يا مساء الخير والهنا على كل مشاهدين قناة اي تي سي في كل مكان. حلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم انتي. قبل اي حاجة طبعا عايزة افكركم بارقام التواصل الخاصة بينا، وكمان تقدروا تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك، صفحة اي تي سي تي في. ما تنسوش انتي وحكايتك ابعتولنا على صفحتنا واحنا هنرد عليكم وهنعرض المشكلة. خليني بقى ابدأ معاكم موضوع مهم جدا، يمكن طبعا شاغل بال ستات كتير قوي في الفترة دي، خصوصا لان الست هي اللي بتبقى مسؤوله عن تنظيم ميزانيه البيت. الموضوع ده هو سؤال بتساله الستات كتير، هل اللحوم المجمده بديل امن وصحي للحوم البلدي؟ مثلا طبعا يعني انتوا عارفين الاسعار دلوقتي بقت مرتفعه جدا، ارتفعت بشكل كبير، فطبعا في بعض من الناس بدا يلجا للحوم المجمده وبدأ يسأل السؤال ده، اللحوم دي هتبقى كويسة زي اللحوم البلدي ولا لأ؟ فخلونا نعرف إجابة السؤال ده من دكتور لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور لمياء. أهلا أهلا بيكي، منورة. أنت أهلا وسهلا مشاهدين. دكتور لمياء، في البداية كنت عايزة أسأل حضرتك، هل اللحوم المجمدة بديل آمن للحوم البلدي؟ هي بديل آمن بشروط ان يكون طبعا الطرق الحفظ بتاعتها، التجميد بتاعتها، يعني من المصدر بتاعها لغايه لما وصلت للمستهلك تكون آمنه ومحتفظين بشروط سلامه الغذاء الخاصه بالتخزين والتبريد للحوم دي. طب ليها نفس القيمه الغذائيه؟ تقريبا ليها نفس القيمه الغذائيه، ما بتفرقش كتير. طب ازاي نقدر برضو نختار اللحوم المجمدة؟ يعني ابص في ايه علشان اعرف طريقة التخزين بتاعتها كانت عاملة ازاي والتبريد بتاعها كان عامل ازاي؟ هو بصي حضرتك، يعني المفروض ان اللحوم طبعا ما يحصلش ان هي يعني درجة حرارتها تعلى او تتفك من التجميد بتاعها ويعاد تجميدها تاني، لان ده طبعا بيدي فرصة لنمو الميكروبات والبكتيريا، فطبعا دي حاجة مش هنقدر نعرفها قوي احنا كمستهلك، لكن هتبقى خاصه بالمصدر اللي انا بجيب منه اللحوم بشكل اكبر يعني. طيب هل في مصادر للبروتين تانية مختلفة عن البروتين الحيواني؟ طبعا مع ارتفاع أسعاره في ناس برضو ممكن تقولك لا بلاش حتى اللحوم المجمدة وأدور على بديل البروتين مختلف، هل في بقى حاجات تانية نقدر نعتمد عليها يا دكتور؟ اكيد طبعا، يعني في طبعا البروتينات عموما ليها مصادر حيوانيه ومصادر نباتيه. لما بنتكلم على اللحوم والدواجن والاسماك كل دي مصادر حيوانيه. أيوة. بس انا عندي مصادر حيوانيه تانية للبروتين بخلاف المصادر النباتيه. المصادر الحيوانيه التانية زي البيض مثلا، البيض مصدر مهم جدا للبروتين طبعا، وفي بروتين عالي القيمه الغذائيه. الالبان، اللبن، الزبادي، منتجاتهم، الجبن، كل دي مصادر للبروتينات وبرده مصادر حيوانية، يعني ليها فايدة عالية وبتبقى مفيدة جدا للجسم لما بنستهلكها. تمام. المصادر النباتية بتكون بعض أحيان بتكون يعني فقيرة شوية في المحتوى من البروتينات، لكن بنعمل حاجتين. أولا إن احنا بنعمل حاجة اسمها البروتينات المكملة، يعني بناخد أكتر من صنف من البروتينات النباتية بحيث في الآخر إن احنا نوصل للقيمة الكاملة والأحماض الأمينية الأساسية اللازمة لاحتياجنا، تلبية احتياجاتنا من البروتين. والحاجة المهمة طبعا في المصادر النباتية للبروتين اللي احنا ما نقدرش إن احنا نغفلها، البقوليات، يعني طبعا زي الفول، العدس، الحمص، اللوبيا، الفاصوليا البيضاء، كل الحاجات دي مصادر مهمة جدا للبروتينات وغنية بالبروتينات المهمة والأحماض الأمينية الأساسية. فطبعا احنا نقدر اننا نستبدل لو ما فيش إمكانية، وطبعا بيوتنا كلها بتمر بالظروف دي دلوقتي، مش شرط ان انا هقدر أكل في بيتي مصادر لحوم وأسماك ودواجن في كل يوم ولا حتى 3 أو 4 أيام في الأسبوع. فالبدائل هتكون البقوليات أو الحبوب مع البقوليات. جميل. طيب المفروض اصلا يا دكتور احنا يعني كبالغين بنحتاج جرعه قد ايه من البروتين على مدار اليوم؟ وبرده بالنسبه للاطفال علشان نقدر نعوضها سواء بالنباتي او بالحيواني اللي هو غير اللحمه والفراخ زي ما حضرتك قلتي، البيض، اللبن، الحاجات اللي زي كده.
تمام. هو احنا يعني البروتينات مفروض تكون موجودة على مدار اليوم بتاعنا، يعني من مرتين لثلاث مرات في اليوم. انا بتكلم كده على البقوليات، على الالبان، على البيض، على اللحوم او الفراخ او الدواجن او الاسماك. وزي ما قلت لحضرتك انه نحاول ان احنا ننوع وناخد بالنا ان البروتينات، مصادر البروتين دي بتبقى مرتبطه ببنى الانسجه في الجسم، زائد ان هي مرتبطه بالمناعه ومقاومه الامراض. فاحنا نحاول اننا يعني ننوع شويه في اختياراتنا بحيث نلبي الاحتياجات بتاعتنا تقريبا مرتين لثلاث مرات في اليوم، يعني تقريبا مع كل وجبه مصدر من مصادر البروتين. نصيحة أخيرة تحبي تقوليها يا دكتور لكل اللي بيتفرجوا علينا؟ والله بصي حضرتك، هو يعني التنوع في الاكل عموما والتنوع في مصادر الاكل، حتى لو انا عندي امكانيه ماديه واقدر ان انا استخدم البروتين واجيب البروتين كل يوم، فانا مش شرط ان انا ابقى مرتبطه بان انا بجيب بروتين حيواني، بجيب لحوم، بجيب دواجن. بالعكس، ده بيكون صحي اكتر ان انا اتجه الى البقوليات، اتجه لمنتجات البان، اتجه للبيض. كل الكلام ده بيبقى ليه تأثير كويس على الصحة بتاعتي بعيدا عن الاعتبارات المادية اللي هي بتشغل بال كتير مننا. أكيد. نشكرك جدا دكتور لمياء هارون، استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. اللي فعلا عنده مشكلة بقى في موضوع ان احنا نشتري، وطبعا ده يعني اكيد ناس كتير مننا علشان الاسعار وكده، فنحاول ان احنا نستبدل برضو بالبروتين النباتي، برضو يكون موجود عندنا، هيكون ارخص شوية في السعر وبرضو فايدته هتكون كويسة وعالية، واكيد ليه فوائد تانية غير بس ان هو بيحتوي على البروتين. نروح بقى الموضوع تاني، وبنسمع الناس كتيرة بتتكلم عن فوائد المشي حافي، انك تمشي حافي على الارض، يقول لك ده بيحسن من الصحة النفسية وباك تو بيزكس، اللي هو رجعت للطبيعة وكله فوائد صحية للجسم وكده. فكرة المشي من غير شوز او من غير جزمة يعني في الشارع اتبناها عدد من المؤثرين والمشاهير زي الفنان جيكوب إلوردي والموسيقي مايك ساباث، وكذا مرة في الكاميرات رصدتهم وهم ماشيين في الشارع من غير ما يكونوا لابسين في رجليهم شوز أو جزمة أو حذاء يعني، فبيبقوا ماشيين حافيين. الموضوع بقى اتحول لترند، وشفنا مؤخرا على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لزوجين من المشاهير على تيك توك وهم بيمارسوا المشي حافين، وكشفوا بقى عن خدعة بيعملوها علشان الناس متاخدش بالها يعني ان هم مش لابسين حذاء. الخدعة دي ان هم بيجيبوا الجزمة بتاعتهم وبيقطعوها من تحت او بيقصوها من تحت، بيقصوا النعل بتاعها اللي هو بيفصل ما بين الارض وما بين الرجل، وبعدين كده خلاص بقى بتبقى رجلهم على الارض، بس من فوق رجلهم بيبقى باين ان هي لابسة الجزمة. وقالوا ان هم بيعملوا كده علشان في بعض الاماكن التجارية بتمنع دخولهم حافين، وده اكيد طبيعي، الناس اكيد عندها حاجه، هي حاجه غريبه. وقالوا ان هم ما عندهمش مشكله ان هم يبوظوا عدد كبير من الاحذيه بتاعتهم الغاليه جدا مقابل ان هم يحصلوا على فوائد المشي وهم ماشيين حافين. يعني الحقيقه ان زي ما قلنا الموضوع اتحول لترند، وبدا ناس كتير ينقسموا بقى في الفكره نفسها. ناس بتنتقد تقول لك ازاي يعني يمشي حافيين وده مش صح خالص، وان ممكن الواحد يتعرض لاصابات، التهابات، يعني الواحد ممكن يتعور، ممكن يدخل في رجله مسمار ولا ازاز ولا اي حاجه تبقى تعويره كبيره، يعني ممكن يحصل التهابات، وممكن يعني الواحد ماشي برده في الشارع يعني ممكن الواحد يمشي في حاجه مش لطيفه، فده حاجه مش كويسه. وناس تانية قالت لا احنا مع الفكرة جدا، وقالوا ان فعلا الموضوع ده ليه فوائد كتيرة زي تقوية العضلات وتحسين التوازن، التخلص من الاجهاد والقلق، والاهم انه مفيد لصحتنا النفسية. شاركونا انتوا برأيكم وقولوا لنا رأيكم ايه، تمشوا حافيين ولا ما تمشوش حافيين؟ وانا بالنسبة لي انا رأيي انه والله هو المشي يعني ما عنديش اعتراض خالص على ان الواحد يمشي حافي، بس في مكان يكون آمن، مكان يكون نظيف على الأقل شوية، يعني ما بقاش ماشية في الشارع بجد اللي هو الشارع اللي ممكن يكون فيه إزاز عربية، فانوس عربية مثلا اتكسر، ولا حد رمى إزازة، ولا حد رمى مش عارف إيه، ولا في حاجات كتير بتحصل انتوا عارفين يعني. فلا لكن لو همشي مثلا على الرمل ماشي، لو هنمشي في جنينة
تمام، لو هنمشي في حتة احنا ضامنين انها زي ما قلت كده انها نظيفة وخالية من المشاكل زي دي، برضو نجرب مفيش مشكلة. انما كده نسيب رجلينا كده من غير اي حماية في اي مكان، لا الموضوع ده بالنسبة لي صعب. قولوا لي بقى انتوا رأيكم هيبقى عامل ازاي. هستنى ارائكم على صفحتنا على الفيسبوك اي تي سي تي في. خلوني بقى اسأل حبايبنا الستات سؤال مهم قوي والله، وسألته لنفسي انا كمان. تحبي تكوني الست الاصيلة ولا الست المدلعة؟ خليني ابسطها لكم. الست الأصيلة دي اللي طول الوقت شايلة البيت على دماغها وشايلة كل حاجة على دماغها، كل حاجة من غير ما تتعب ولا تشتكي، وتلاقيها بتشتغل بره البيت وبتشارك في مصروف البيت وبتربي الولاد وبتعمل الأكل، بتعمل كل حاجة، حياتها كلها للبيت وإنها تستحمل وتستحمل وتستحمل وبس. طبعا بعد كده ده شوية بشوية بيتحول بقى الواجب عليها، لو فكرت في يوم من الايام انها تقصر ولا تشتكي ولا يعني تقلل مهمه من المهمات دي، تبقى ست وحشه ومش واقفه جنب جوزها ومش هاممها بقى العيال ومش هاممها البيت وخلاص بقى شافت نفسها علينا. فالست الاصيله دي يعني في ناس بتشوف انها المفروض انها ما يكونش ليها اي طلبات او اي اولويات خالص، هي الاولويه بتبقى لبيتها ولجوزها وهي في اخر اخر القايمه في الاخر خالص. يقول لك بقى دي ست اصيله نسيت نفسها وعملت المهم. دي الست الأصيلة. في بقى ست تانية اللي هي الست المدلعة. الست المدلعة دي اللي هي عاملة ازاي؟ الست المدلعة دي هي اللي بتكون محور الكون، هي اللي محور الكون، يعني تلاقي كده كل اللي حواليها بيلف حوالين نفسه عشان خاطر راحتها هي، ما تشيلش هي ما تشيلش الريشة، هي ما تقولش اي، هي ما تقولش اوف زهقت، ما ينفعش اسف زهقت، يا لهوي الدنيا تخرب، يا لهوي تتطربق الدنيا، ما ينفعش حاجة تشغلها ولا ينفع حاجة يعني تيجي على نفسيتها أو على صحتها. أهم حاجة تهتم بنفسها بشياكتها، تهتم بكل حاجة بقى ليها علاقة بالكائن اللي هي هي وبس، أنا فقط الشكل الخارجي وحتى كمان الداخلي. لان برضه خدوا بالكم الست المدلعه هنقسمها لاتنين، في واحده مدلعه قوي وفي واحده مدلعه بالمعقول. يعني في واحده مدلعه عارفه تخلي نفسها امتى تبقى محور الكون، وفي واحده مدلعه هي على طول محور الكون، لا تحب تشتغل ولا تحب تشيل هم ولا تحب حد يشتكي لها من حاجه ولا تحب اي حاجه خالص في الدنيا غير انها تبقى مرفهه والناس اللي حواليها بيشوفوا هي متضايقه من ايه، زعلانه من ايه، نفسها في ايه وبس على كده. فلو اشتغلت، لو في يوم من الايام الست دي اشتغلت بيبقى من باب الرفاهيه وفلوسها ليها ولا، وكمان على فكره والله انتوا كمان بتاخد مصروف، بتشتغل وفلوسها ليها ومتدلعه وكمان بتاخد مصروف، متبنيه فكره انها لا ما تعرفش تعمل اي حاجه، هي مش بميت راجل خالص خالص ولا راجل واحد ولا نص، هي لا هي على طول عايزه حد يعمل لها اي حاجه كل حاجه، حصل حاجة في عربيتها ده مش بعيد كمان تكون مش عايزة تسوق حد، يعني ده لو يعني أكيد طبعا الست المدلعة لازم يكون عندها عربية أمال هتمشي يعني. فلا هي لو في حاجة لا حد يروح يشوفها، حد يروح يحط لي بنزين، حد يروح مش عارف إيه، إنما أنا أعمل وأسوي وأشيل هم لا 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 لا. هي بتشوف إنها ست جميلة اتخلقت علشان تكون يعني كفاية إنها موجودة في حياة اللي حواليها، ده يعني شرف ليهم، يعني يهناهم يساعدهم ان هم يعرفوها، ما ينفعش ولا تعرف بقى تقوم باي ادوار مش بتاعتها خالص، على عكس الست بقى الاصيله. وتصدقوا كده وانا بتكلم انا عجبني شويه حاجات في الست المدلعه بصراحه، يعني يا سلام لو الواحد شويه يبقى محور الكون، هو المركز والدنيا كلها بتدور من حواليه كده، شويه يحس ان هو متدلع، شويه يحس ان هو متقدر، شويه يحس ان هو يعني. وانا مش بقول ان يعني ان كل الناس لا مش متقدره خالص ولا 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 كده، بس انا بالنسبه لي يعني فكره انه لا شويه دلع، شويه دلع حلو وبرده بالمعقول. الست تستاهل الدلع وتستاهل انها تكون محور الكون وتستاهل انها تتقدر وتستاهل انها يهتم بيها، تستاهل كل ده، وتستاهل طبعا ان 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 الراجل اللي معاها يبقى امين عليها، دي حاجه مهمه جدا. طبعا انا عارفه ان الست المصريه بطبيعتها، طبعا كل اللي بيتفرج عليها دلوقتي يقول انت بتقولي ايه، هو هي فين الست دي
ما هو ده بقى اللي انا بتكلم فيه، ما هي الست المصريه هي الست الاصيله اللي وقت اي ظرف وقت اي حاجه بتحصل بتكون هي اللي واقفه على حيلها، هي اللي بتسند كل اللي حواليها، ما تسيبش حد يقع ابدا من اللي بتحبهم، كله يجي يرمي حموله عليها، كله يجي يقول لها الحقيني اعمل ايه اتصرف ازاي. مش هي ست وما عندهاش قوه بدنيه زي ما بنقول، انما لا تعمل اي حاجه، وتلاقي جوزها بيسالها وابنها بيسالها واخوها بيسالها وساعات كمان يعني والدها ولا يعني بيستشيروها، لانها خلاص من كتر ما شالت بقت ناضجه جدا، بقى عندها خبره في الحياه، بقت تعرف تحل مشاكل الناس اللي حواليها كلها، وبتعمل ده بمنتهى الجداره. يعني بتعمل ده وهي والناس كلها، يعني تلاقي جوزها نازل يقول لك انا سايب ورايا راجل، انا حاطط في بطني بطيخه صيفي، انا عارف انها هتعرف تتصرف في اي موقف، لو عربيتها عطلت هتعرف تتصرف، لو الكاوتشه نامت هتعرف تتصرف، لو مش اي حاجه هي هتعرف تتصرف فيها، انا سايب حد يسد. فهي دي الست او دي معظم الستات اللي احنا اتربينا على ايديهم وشفناهم وحوالينا واحنا منهم. احنا يمكن احنا بنحاول جيل بعد جيل كده بنحاول شويه بشويه نكتسب الحاجات الحلوه دي، بس برضو في نفس الوقت الاصاله حلوه بس بتيجي كتير على النفسيه، بتيجي كتير على الست، بتيجي كتير على صحتها. فاحنا عايزين نلاقي شويه دلع، شويه بس، شويه تقدير وشويه دلع، دول حلوين. بس يعني الست لو انت عندك ست من الست اللي ب100 راجل دي، الست اللي خامتها ذهب دي، الماس دي، يبقى من كل فترة للتانية كده كلمتين حلوين، هدية صغننة قوي، وردة. وردة مش بتكلم والله في تكاليف خالص، وانا عارفة الايام دي عاملة ازاي، انا مش بتكلم في تكاليف، خلي هديتك كلمة حلوة بس، كلمة تقدير حلوة، تديها بقى طاقة انها تكمل تاني في الاصالة، وفي نفس الوقت تحس انها اتدلعت وخدت شوية كده ايه حب وحنان. فلو وانت كمان بقى يا ست الستات لما تلاقي دلع ما تقوليش بقى هو انت لسه فاكر مش عارف ايه كان زمان وجبر، اللي يلاقي دلع وما يدلعش حرام. عارفين المثل ده؟ هو ده بالظبط. خلي دايما نفسك في المقام الاول، كل ما تقدري نفسك وتهتمي بيها وتحافظي عليها تلاقي الكل هيقدرك، وهتقدري تعملي اللي نفسك فيه، وهتقدري تسندي الكل على فكره. فشويه كده وشويه كده، ما تجيش على نفسك قوي ويا متدلعه قوي، حسي بالناس اللي حواليكي شويه بس كده، يعني خلينا في النص، خلينا نعرف نعمل كل حاجه، واحنا اصلا كستات ما شاء الله يعني بنعرف نعمل كل حاجه، فلو حطينا ده في دماغنا هنعرف نعمل كده كمان، ما نبقاش حق مكتسب، بلاش نبقى حق مكتسب. قولوا لي بقى تحبوا انتوا تبقوا من الست الاصيله ولا من الست المدلعه؟ انا قلت لكم رايي وهستنى تشاركوني برايكم. نروح بقى الموضوع تاني جميل، الفنانه الجميله اصاله طرحت اغنيه جديده صدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان صندوق، وتفاعل معاها ناس كتير جدا من الجمهور ومن الناس اللي بيحبوها، لان كلمات الاغنيه كلمات حلوه قوي، بتتكلم عن علاقه البنت بابوها وامها وذكرياتها معاهم، وبتشرح تفاصيل كتير في شكل العلاقه دي. تيجوا نسمع حته من الاغنيه؟ يلا بينا. عالبال يا ضحكه ابي ترقصني وتقل العبي، عالبال يا اول صبي جاب لي غزل البنات، عالبال يا ماما اشتقت غني لنا طف البنات، يا بيتنا قد ما غبت مشتاقه للعتبات، عالبال يا ضحكه ابي ترقصني وتقل العبي، عالبال يا اول صبي
مدرستي صندوقي في نص العمر عيلي وصبا ورفقات في صورة يوم العيد كنت بحضن ستي من مسبحة جدي. الأغنية فعلا معبرة قوي، ده اللي خلى الجمهور زي ما قلنا يتفاعل معاها ويشيرها ويهدوها لأبائهم وأمهاتهم. والفنانة أصالة بنفسها عبرت عن سعادتها بالأغنية دي جدا. كليب الأغنية زي ما احنا شايفين كده جميل قوي ومعبر قوي، وفي صور حقيقية، يعني الصور اللي بتطلعها أصالة من الصندوق دي صور لأصالة في مرحلة طفولتها، واللي تتناسب جدا جدا مع كلام الأغنية زي ما احنا سامعين كده. بجد الأغنية حلوة قوي قوي ومعبرة وقريبة مننا، لأنه هو مين فينا ما عندوش صندوق زي ده حتى لو مش مادي؟ يعني حتى لو انت ما عندكش او لو انت ما عندكيش صندوق حقيقي شايله فيه صور وشايله فيه ذكريات، فانت عندك جواكي الصندوق بتاع الذكريات ده اللي بترجعي له لما تسمعي اغنيه كنت بتسمعيها وانت صغيره وسط مامتك وباباكي وجدودك، لما بتشمي ريحه اكله كانت بتعملها جدتك او مامتك. يعني في حاجات كده بترجعنا لذكرياتنا، احنا عندنا صندوق في جوانا، في كياننا، في دماغنا. الصندوق ده هو اللي شايل ذكرياتنا، هو ده اللي بتعبر عنه الفنانة الجميلة أصالة. على فكرة أنا عندي صندوق زي ده، بس هو مش نفس الشكل بالظبط، بس عندي، وعندي فيه حاجات كده حاجات من بتاعت مامتي الله يرحمها، يعني النضارة بتاعتها، خاتم، مش عارف، حاجات كلها بسيطة قوي، سوفينيرز، بس حاجات محدش خالص بيشوفها، يعني لمتها كده، وفي حاجات آخر، يعني آخر حاجة كانت مامتي لمستها أو ريحتها فيها بس في الصندوق ده. فزي ما بقول لكم مين فينا ما عندوش الصندوق ده. بنبارك للفنانة الجميلة أصالة على أغنيتها الجديدة الجميلة، ودايما ناجحة ودايما مكسرة الدنيا، ودايما كده يعني بتمتعينا بفنك الجميل اللي دايما قريب من الناس. كل اختياراتها الحقيقة حقيقي، كل مرة بتلمس فينا يعني مشاعر شكل، وكلها حقيقية وكلها احنا بنحس بيها. مليون مبروك الفنانة أصالة. تخيلوا بقى، في دراسة اتعملت بتقول للستات اوعي تتجوزي راجل يكون اجمل منك. جامعة في ولاية فلوريدا عملت بحث عن العلاقات بين الراجل والست وارتباطهم بجمالهم. ملخص الدراسة دي بيقول ان احتمال نجاح العلاقة بيكون اكبر لو كانت الست اكتر جاذبية من الراجل. والدراسة دي اتعملت على 113 زوج من الأزواج في منطقة دالاس في ولاية تكساس الأمريكية، وكلهم كانوا لسه متجوزين من قريب قبل ما تتعمل الدراسة بأربع شهور بالظبط، وكلهم كانوا في أواخر العشرينات، وطلب منهم إن هم يجاوبوا على مجموعة من الأسئلة اللي بتركز على حاجات زي مثلا النظام الغذائي، الحفاظ على اللياقة، يعني حاجات في الإطار اللي زي كده. النتائج بقى بينت إن الرجالة اللي جاذبيتهم قليلة عن مراتاتهم في أغلب الأحيان بيعملوا مجهود كبير علشان مراتاتهم ترضى طول الوقت، وده عن طريق بقى إن هم يقدموا لهم هدايا، يساعدوهم في شغل البيت، يعني يتمنوا لهم الرضا، يرضوا كده زي ما احنا بنقول. والدراسة برضو قالت ان الراجل اللي الست اللي معاه حلوة بيحاول طول الوقت انه يدور ازاي يرضيها، زي ما انا قلت يتمنى لها الرضا ترضى. على العكس بقى، اثبتت الدراسة ان العلاقة اللي بيكون فيها الراجل اكتر جاذبية من الست واكتر وسامة من الست، لقوا ان ده بيكون ليه اثار سلبية على الست، زي انها مثلا بتكون مضطرة انها تتبع نظام غذائي طول الوقت، يعني عايشة في دايت وعايشة في حرب وبتعمل رياضة وتشوف ايه اللي باظ، طب اعمل هنا، طب اعمل هنا، طب اغير شعري، طب طول الوقت طول الوقت مشغولة انها لازم تبقى في احلى وابهى صورة، وانها ما يحصلش فيها اي غلطة عشان تخلي جوزها سعيد طول الوقت، لانها حاسة ان هو احلى منها او اوسم، يعني عشان طبعا الوسامة للرجال. والنظرية دي اتعملت، بس يعني عايزة اقول لكم ان سبحان الله برضو في ناس يعني هي ممكن تمشي فعلا بنسبة كبيرة صح. ان تخيلوا كده، انت شوفيها حتى حواليكي، لما الست بتبقى متجوزه راجل وحاسه ان هو احلى منها او وسيم شويه او كده، بتبقى دايما عينيها في وسط راسها، ودايما بيبقى فيه غيره، ودايما بيبقى فيه بتدور وراه وبتدور في نفسها، هي نفسها عايز دايما تبقى في احلى شكل وفي احلى صوره. والعكس صحيح،
الراجل اللي مراته حلوة جدا جدا، وهو يعني حاسس ان مستوى الوساوة عنده مش قوي قوي، بيحاول ان هو يرضي مراته، بيبقى مقدر قوي جمالها وانها معاه والكلام ده. احنا برضو معانا على التليفون مدربة المهارات الحياتية واللايف كوتش دينا احمد. اهلا وسهلا بيك يا دينا، عشان برضو نعرف منها اهلا بيك هل يا منى، الكلام ده صحيح ولا لا. اهلا بيك يا دينا، منوراني في انتي. ثانك يو سو ماتش يا منى. بصي، مبدئيا هو انا عجبني قوي فكره الكلمه الست الجذابه بعد كلمه الجميله، لان الست الجذابه فعلا الراجل بالعكس مش بيحب يرتبط بالست الجذابه، بيقلق منها. ايوه، لكن الراجل الجذاب قوي او الراجل اللي بيقولوا عليه كاريزماتيك او يحب جدا ان هو يتجوز ست جميلة جذابة ووسيمة، لأن هو عنده قدر من القوة اللي بيه يقدر يتحمل قد إيه الست دي كاريزماتيك وجذابة. الراجل اللي نقدر نقول عليه ضعيف شوية، مش جذاب حبتين، يعني ممكن يبقى طول بعرضه والناس بتقول عليه حلو وكل حاجة، بس هو مش جذاب للناس. نفتح بقه بس نقول إيه ده، إيه اللي هي متجوزة إزاي؟ عشرته مش أحلى حاجة. بالضبط كده. ممكن يبقى شخص شكلا من بعيد وسيم، تيجي تتكلمي معاه يقل من الست اللي معاه، سواء كانت جميله او متوسطه الجمال، لان هو ما فيش ست وحشه، خلينا برضو كل الستات دلوقتي بقت بتعرف تبقى حلوه يعني. طبعا. لكن الراجل ده بيعتمد على الراجل صراحه، من غير ما يجي على الرجاله يعني، بس هو بيعتمد على الراجل شكلا وموضوعا. الراجل لو جذاب واثق من نفسه، مفيش حاجه اسمها راجل جميل. الحلاوه قوي الاوبر في الرجاله بتخلينا احنا اصلا كستات نحس ان هو لا مش عاجبني. انا عايزه راجل حمص كده، شكله حمص. ايوه، الجمال دايما في الرجاله ما بيبقاش ميزه. لكن الست الجذابه فعلا هي الست اللي لازم يبقى معاها راجل جذاب اكتر منها، شارمينج زي ما بيقول. جميل. طب هل في اوقات الرجاله بقى بتخاف ترتبط بالست الجميله؟ انت قلتي لما بيكون مش واثق من نفسه، طب بيعمل ايه بقى في الوقت ده؟ بصي، لما هي بيكون مش بتعجبه قوي بيخنقها بقى بالغيره ولا بيعمل ايه؟ هقول لك، هي من بره بتعجبه جدا، بيقول لك يا ايه ده، عشان الناس كلها بتتكلم ان هي جذابه جدا في الكلام، كاريزماتيك، ست قويه وهي بتتكلم، عندها وجهه نظر. مع الوقت لما بيحاول يابروتش، اذا هو عارف يابروتش يعني، هو في رجاله تعجب قوي بالست دي يا نور، بس ما تتجوزهاش. ايوه، يقول لك دي اوت اوف ماي ليج، صعب عليا ان انا هندلها، بس ممكن هيجيبها في عيب تاني، يعني يقول لك دي شديده، دي مش عارف ايه، دي بتزعل بسرعه، دي متدلعه. لا، هي مش متدلعه، هي عارفه قدرها. فهو بيخاف يتجوزها. لو ده حصل بقى وحبها قوي واتجوزها، مش بس بتبقى غيره، هي بتبقى شتى انواع العذاب بالنسبه لهذه المراه. لان الست الكاريزماتيك واللي عارفه قيمه شخصيتها، اللي بتعرف تشتغل كذا شغلانه، لما تقعدي معاها تاخدي منها راي صح، ومش عيب ان الراجل ياخد راي مراته ويطلع اصح منه، دي ست بتقل من ثقته في نفسه، فيبدا يكسر فيها، بيبدأ يتلاعب عليها. يعني اتأخرت مثلا دقيقة في الشغل، يقول لها انت متأخرة بقالك ساعة، يكرهها في شغلها، يكرهها في اصحابها، لان الست الجذابه دي بيبقى ليها صحاب طبعا، ليها مجتمع بيحبوها جدا. طبعا، وليها قيمه في المجتمع. يا اما يبدا يحرمها من يعني، او يعني يشدها بقى من المجتمع ده شويه بشويه، يبدا يحاول يحطها، عايز يحطها في علبه بقى خلاص. برافو عليكي، ثانك يو على كلمة علبة. هي بالنسبة له ألماظ، هو شايفها ألماظ، هو طول الوقت هيحاول يحسسها أنت مش ألماظ، أنت إزاز، بس شكلك ألماظ، بس تعالي أحطك في الدرج، عشان طول ما أنت شكلك ألماظ الناس هتعكسك مثلا. طبعا ده يكسر في ده. وده تأثيره النفسي على الست بيبقى صعب، وأكيد العلاقة بعد كده ما بتبقاش علاقة ناجحة أبدا يعني. على حسب الست برضه، هو كده كده العلاقه دي يا نور مش هتبقى ناجحه، حتى لو طولت في الوقت شويه بالظبط عمرها ما هتبقى ناجحه. صح. بس في ست ممكن تبقى كاريزماتيك وكل حاجه، بس هي من كتر الضغط عليها بدا يتكسر فيها حاجات، بقت اضعف شويه، فتبدا تسمع لكلامه، فتبدا تشك في تصرفاتها، تبدا تشك، تقول لك طب ما يمكن انا عشان انا فعلا بشتغل كتير، طب عشان انا فعلا ليا اصحاب كتير، طب عشان المجتمع بياخد رايي في حاجات، ما يمكن هو عنده حق. تفقد الثقه في نفسها نفسها وتخسر نفسها، اللي هي اصلا اهم حاجه فيها اللي هو قوه شخصيتها. هي دي اللي عامل لها وزن، جاذبيتها وقوه شخصيتها دي عامل لها وزن في المجتمع. هو ممكن يقعد يكسر في ده لحد ما يتكسر عندها فعلا. في ست تانية تقف عند تشيك بوينت،
وتقول لك ايه ده، لا هو اللي قليل عليا، هو اللي مش عارف يحتوي مدى قوتي وجاذبيتي وقيمتي وفكري وعقلي ومش قادر يبقى قدي، فانا هنا هنسحب. بالظبط. وهو يروح يرتبط بواحده يدوب على قد الليفل بتاع قوته او شخصيته او دماغه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دينا، او دينا احمد مدربه مهارات حياتيه، بشكرك شكرا جزيلا على الكلام اللي انت قلتيه، وزي ما احنا قلنا فعلا الدراسات بنسبه كبيره جدا صح، هي كمان النفس البشريه مش حاجه سهله، ومش كل الناس زي بعضها، بس برضو بيبقى في ساعات كده خطوط عريضه لما تكوني داخله على علاقه انت عارفه فيها قدر ومستوى جاذبيتك وقدر ومستوى جاذبيه الشخص اللي قدامك، انت بقى احسبيها، شوفي العلاقه دي هتبقى ناجحه، هل هيتحول بعد كده هيغير عليكي او هيبدا يخنقك او هيبدا يقلل من ثقتك في نفسك ولا ايه اللي هيحصل، انت لازم تكوني عارفه توازني وتختاري صح الحد اللي مناسب ليكي. تعالوا بقى اقول لكم النهارده عندنا ايه. النهارده عندنا فقره مع لايف كوتش ياسمين يحيى، هنعرف فيها ازاي الست تحافظ على ثقتها بنفسها، وازاي تتجنب ضغوطات المجتمع والضغوطات النفسيه اللي ممكن تاثر عليها وتاثر كمان على ثقتها بنفسها، او زي ما احنا حالا كنا لسه بنتكلم، هنشوف بقى هنعرف نتعامل مع ده ازاي بشكل عام. ده في فقرتنا مع لايف كوتش ياسمين يحيى. كمان معانا فقره مع صناعه المحتوى نسمة مدحت صاحبة كتاب ستي قالت لي، هنعرف حكايتها مع الأمثال الشعبية وليه قررت أنها تجمع الأمثال الشعبية دي في كتاب وتدور ورا قصة كل مثل وتعرف أصله وفصله. هنعرف حكاية الأمثال الشعبية بس بعد ما نطلع لفاصل ونرجع نبدأ معاكم فقراتنا. يلا بينا. معروف ان الست كل ما تكون واثقه في نفسها بتبان اجمل واجمل، بس في اوقات كتير بسبب الضغوطات الكتير وضغط المجتمع والحاجات اللي بتتعرض ليها الست بتتهز ثقتها بنفسها وبتقل. طب ازاي الست تحافظ على الثقه دي انها تبقى واثقه في نفسها وتبقى عارفه هي مين ومقدره نفسها كويس في وسط بقى ضغوطات المجتمع والحاجات اللي بتتعرض لها، وما تخليش حاجة تأثر فيها أو تأثر في نفسيتها أو تخليها تبص لنفسها بنظرة مش حقيقية. ده اللي هنعرفه بالتفصيل من ضيفتنا اللي منورونا في استوديو انتي لايف كوتش ياسمين يحيى. أهلا وسهلا بيك يا ياسمين، منوراني. أهلا بيك، بنورك. في الأول طبعا عايزة أتكلم معاكي عن الثقة بالنفس، في موضوعات كتير عايز أتكلم معاكي فيها ليها علاقة بالستات، بس هبدأ موضوع الثقة بالنفس. ازاي الست تبقى واثقه في نفسها؟ طيب، او تعزز ثقتها بنفسها. ماشي. الوعي قوه. كل ما الست كانت واعيه بنفسها في ايه بقى، كل ما كانت عارفه ايه نقاط القوه بتاعتها، ايه امكانياتها، ايه قدراتها، ايه الحاجات الحلوه اللي في شخصيتها. كل ما كانت ليها او عندها جوه دماغها جوه عقلها، وهنتكلم على قصه العقل دي شويه انا وانتي النهارده، صوره ايجابيه عن نفسها، كل ما كانت واثقه من نفسها. فالموضوع بيبتدي بالوعي. لانه كتير قوي قوي بيكون الثقه بالنفس بتتبني من واحنا صغيرين، وبتيجي دايما من الكلام اللي احنا بنسمعه عن نفسنا من ناس احنا واثقين فيهم. زي مين؟ زي الاب والام طبعا، زي المدرسات والمدرسين في المدرسه، اصحابنا في المدرسه وهكذا. مش بالضروري اللي بيتقال لي وانا صغيره بيكون مظبوط عني. يعني بنسمع كتير قوي قوي امهات بتقعد تقول بناتها انت تخينه، شكلك مش حلو، او انت غبيه، بصي اصحابك بيجيبوا درجات احسن منك، بصي بنت خالتك جابت مش عارفه ايه، بصي مش عارفة. يعني عارفه انت شعرك وحش، انت ليه على طول سايبه نفسك كده. الكلام ده بيأثر على الثقه بالنفس من الصغر. طبعا. ومش بالضروري يكون صح. لانه طبعا يعني الامهات ربنا يخليهم لنا يا رب، بتكون قلبها على بناتها، بس كتير من جهه ايه اللي هو انا عايزاها احسن، بس بتعملها بطريقه مش مظبوطه. فلازم لما اكبر ويبتدي الوعي بتاعي يتكون وابتدي اتحدى
اللي اتقال لي وانا صغيره واتحدى الكلام اللي انا سمعته وابتدي احط علامات استفهام هو ده صح فعلا ولا لا. طب ما ممكن اكون اشتغلت على نفسي، ممكن اكون دلوقتي بقت احلى، ممكن اكون دلوقتي بقت اذكى، ممكن اكون دلوقتي بقت انجح. فابتدي احط ايه، اتحدى اللي اتقال لي ده ويعلى الوعي بتاعي عن نفسي ويبقى واكون صوره جديده ايجابيه اكتر عن نفسي جوه عقلي، فعقلي يخزنها بدل ما اخزن الحاجات القديمه اللي انا سمعتها عن نفسي دي وكان بيطلعها لي كل شويه سلبيه. ادخل صوره ايجابيه اكتر عن نفسي لعقلي، من هنا بتبتدي الثقه بالنفس من جوايا انا من جوه، ودي حته مهمه قوي. طيب هل الثقه بالنفس ممكن بعد كده تتحول لغرور؟ فعايزين برضو نعرف الفرق بين الثقة بالنفس والغرور. الثقة بالنفس حدودها ايه؟ والغرور بيبدأ من امتى؟ وهل ممكن حد يكون اصلا ما كانش واثق في نفسه بدأ يثق في نفسه، اكتسب ثقة في نفسه، بدنا نتدرج نتدرج لحد ما وصلنا للغرور؟ في حالات كده؟ طبعا انا وانتي اتكلمنا عن الموضوع ده قبل الحلقة. الوعي ان انا اكون عارفة حقيقة امري. الستات اللي بتكون عارفه مقفوره في الموضوع اللي هو لا انا احلى واحده وانا اذكى واحده وانا انجح واحده وانا وفي بيهيفيرز كده معينه، ما بيكونش عندها وعي حقيقه. بيكون اتقال لها كلام من الصغر ان انت قمر، انت احلى واحده، انت اذكى واحده، انت مش عارفه ايه، ومش بالضروري برضو يكون مظبوط. وهنا لما كبرت ما اشتغلتش على ان هي تعلي الوعي بتاعها عن نفسها. هو انا فعلا احلى واحده؟ هو انا فعلا اذكى واحده؟ هو انا فعلا انجح واحده؟ ولا انا ناقصني حاجات اشتغل عليها؟ ولا انا في حاجات المفروض ان انا ابقى انمي نفسي فيها، اثقف نفسي عنها؟ فهنا ما فيش وعي. هنا انا بس سمعت كلام وخلاص عجبني، عجبني فانا صدقته ماشيه بيه بالظبط وهمشيها على الناس كلها. وعلى فكره ده بيبان، يعني لما بيكون الناس اللي حواليها هم بقى اللي عندهم وعي بيبقوا عارفين ان دي مش ثقه بالنفس. طبعا بيبقوا عارفين. وبكتير قوي بنشوف المواقف دي اللي هو ايه، هي مالها بتتكلم كده ليه، او هي مالها مناخيرها في السماء ليه، او هي مالها بتقول الكلام ده عن نفسها ليه. الكلام ده اصلا مش حقيقي. مش حقيقي، يبقى ما فيش وعي عند الشخص. طبعا في بقى ممكن من عدم الثقه نوصل للغرور ولا ده صعب؟ اللي هو يا دوب كويس اكتسبنا ثقه. لا يعني بيبقى صعب قوي موضوع الغرور ده. الا بقى لو انا اتحطيت في مواقف كتير تاني. عارفه الناس ابتدت تديني كلام كتير. اتحطيت مثلا ايه، بدل ما كنت مش واثقه من نفسي خالص رحت اشتغلت في حته. الحته دي ادتني عارفه يعني رول كده، الناس عماله تعظم فيا وتفخم فيا وتقول لي كلام عشان مثلا تتقرب مني، عشان اخلص لها حاجه، عشان مش عارفه ايه. فبيحصل خلل، لان ده موقف فيه خلل وده موقف فيه خلل. بس ده مش العادي، يعني ده ما بنشوفوش كتير. طيب عايزه بقى اسالك عن الموضوع اللي كنت بتكلم فيه في الانترو عن الست الاصيله والست المدلعه. الست الاصيله هي شبه ناس كتير قوي حوالينا، اللي هي بتبقى شايله وبتتحمل معروفه الست الاصيله اللي بتبقى واقفه جنب كل الناس، مش بس جنب جوزها، جنب كل اللي بيلجأوا لها وجنب كل اللي بتحبهم. والست المدلعه اللي هي ما تشيلش القشايه من جنبها، كل حاجه مجابه، بتحتس وبتغرق في شبر ميه وهكذا. الفرق بين دي ودي ايه؟ وانت شايفه ايه هي الست الصحيه او الست اللي تقدر تعيش مظبوط؟ البني ادم بغض النظر ست او راجل، البني ادم المفروض يبقى عايش حياته عارف يتصرف. عنده شويه امكانيات، عنده شويه قدرات، عنده شويه وعي. الحاجات حتى الاساسيه في الحياه، ان انا لو وقعت في مشكله اتصرف ازاي، الحق نفسي ازاي، انا ابقى عارفه نقاط القوه عندي اللي اقدر استخدمها في المواقف الصعبه لما امر بيها. لما امر بازمه او مشكله اطلع نفسي ازاي. ما بقاش شخصيه عايشه في الحياه دايما معتمده على التاثيرات الخارجيه او ان الناس تساعدني. هو ده الموديل الصحي. ما بقاش جاية على نفسي للآخر ودايسة على نفسي للآخر وشايفة بس هموم الناس وشايلة مسؤوليات الناس على دماغي. وما بقاش برضو مش عارفة اتصرف خالص ووقع في شبر مية وعلى طول معتمدة على حد يشني. الوسط دايما ممكن المدلعة بتبقى بتعرف بس مش عايزة، فبتصدر انها انا ما بعرفش، وده مش صحي. طب نفترض ان انت وقعتي فعلا وما لقيتيش حد يشيلك زي ما انت متعودة، هتعملي ايه؟ ما انت مدلعه. هي خلي بالك احنا حياتنا بنسبه 95% ماشيه بالعادات، تعود
تعود. ايوه صح. وعشان كده دايما في اللايف كوتشنج لما بنيجي نشتغل مع حد بنشتغل على العادات، بنشوف العادات اليوميه والعادات اللي الشخص ماشي عليها دايما باستمرار، طريقه التفكير اللي بيلجا لها دايما باستمرار عامله ازاي. فلو هي عادتها ان هي بتلجا لحد، وقعت في مشكله العجله نامت في الشارع، عارفه سمعت التليفون الحقني انا العجله نامت وافضل قاعده في العربيه مستنيه حد يلحقني وما اعرفش اتصرف. لو دي العادات اللي هي ماشيه عليها لما هتقف في موقف كبير مش هتعرف تتصرف. طبعا اكيد لما نفسيتها هتتعب مش هتعرف تخرج نفسها. صح. وده مش صحي ليها قبل ما يكون مش صحي للناس. فعشان كده دايما بنقول الوسط، وان انا كمان يبقى عندي الادوات اللي تساعدني في حياتي ان انا تبقى حياتي ماشيه من غير الاعتماد على حاجات خارجيه او ناس خارجيه. ما تشوفش نفسها الست اللي هي حطت نفسها شويه اولويه وبطلت بقى فكره ان انا شايله كل حاجه على كتافي. بعضهم بيقول لك انا كده انا حاسه ان انا انانيه، او الناس اللي حواليا بداوا يتهموها انت مالك بقيتي انانيه كده ليه؟ انت شايفه نفسك علينا ليه؟ انت ايه اللي حصل؟ انت ايه اللي غيرك؟ ترد ازاي او تتعامل ازاي في الموقف ده؟ يعني لو حد دلوقتي بيسمعنا وهي من الناس اللي فعلا فعلا يعني خلاص جابت اخرها، تعبت جدا من كتر ما شالت وعايز تبدا بقى تعدل من ده في نفسها، فهتواجه بقى الناس اللي اتعودوا على انها شايلاهم على كفوف الراحه انه لا. طب هتعمل ايه بقى؟ تعرف اعمل ازاي؟ تحفه السؤال ده وبنشوفه كتير جدا. دايما بنقول انه الكوميونيكيشن او ان انا اقول عارفه انت كانك بتعملي اعلان، انت بتعلني عن نفسك الجديده. انا من النهارده مش انا بكلمك بجد. احنا دايما بننصح بكده. احنا خدنا قرارات، انا خدت قرارات ان انا مش قادره اتحمل اواجه على نفسي اكتر من كده. خلاص الناس القريبه مني اللي انا بتعامل معاهم على طول اعلن لهم ده. وابقى كمان مش خايفه من ان انا اكون واضحه وانا بعلن ده. ان انا اقول يا جماعه انا تعبت، انا شلت كتير، انا قررت ان انا هيبقى عندي حدود في ان انا الحاجات اللي هشيلها ايه، وبعد اذنكم هطلب منكم مساعده بعد كده. بعد اذنكم عايزاكم تتفهموا ده بعد كده. عارفه بالظبط زي ايه؟ بنت كانت بتتعامل باسلوب معين او ليها لايف ستايل معين وهي في بيت اهلها، وبعدين لما اتجوزت قررت تبقى عندها حدود معينه، فتبتدي تقول ده لاهلها. انه انا كنت موجوده معاكم مثلا على طول، في كل خروجاتكم موجوده، في كل مناسباتكم موجوده، بس انا دلوقتي عندي حياتي مثلا مع جوزي مع عيلتي. فابتدي واحده واحده اعودهم، كنت بسهر معاكم في البيت، عايزين ننام بدري، مش بنشوف الكلام ده؟ ايوه بالظبط. الاعلان دايما عن حياتي الجديده او انا مين او انا الجديده اللي نفسي ابقى عليها والناس القريبه مني تساعدني في ده، ان انا اقول ده وكمان ابقى قايله بوضوح انا منتظره ان الناس اللي حواليا القريبه مني دي سواء صحابي او اهلي او اي حد بتعامل معايا على طول. ولو اتواجهت بقى بالتهمات لا انت كده خلاص بقى انت مش عايزه تشيلي انت كده خلاص، انا المفروض الست يعني تلتزم بقى بثقتها في نفسها، وشويه وشويه شويه بشويه هم هيتعودوا بالزبط على الوضع الجديد ده بالزبط، ومش هيبقى في اي شكوى. هيعجبهم على فكره الوضع الجديد، بس برضه مش هيبقى لهم حاجه يعني لو شالوا معاها شويه، وهيعجبهم الوضع الجديد. هيبقوا حابين يشوفوها واثقه من نفسها اكتر بالزبط، او مبسوطه اكتر او مرتاحه اكتر او كل ده بيحصل فعلا. جميل. برضو الموضوع التاني كنا بنتكلم فيه في الانترو واتكلمت انا وانتي قبل برضو ما نطلع الهوا، حته الست اللي ممكن تتجوز رجل جاذبيته عاليه شويه فيقلل بقى ده الموضوع ده من ثقتها في نفسها، تبدا تلف حوالين نفسها تدور ورات، تفضل تعدل وتعمل وتجمل في نفسها كتير عشان تبقى دايما على مستوى البنات مثلا او الستات اللي ممكن يكون بيشوفهم في حته تانيه لانها قلقانه. والعكس الرجل اللي ممكن يتجوز ست جاذبيتها طاغيه عليها فيحب ان هو يعني ايه يحبسها او يقلل من ثقتها في نفسها. طيب خليني يعني كل الاحوال هي الازمه دي الست يعني اللي بتعاني من ازمه الثقه، لازم هي بتيجي عليها حلوه نص نص لازم. ما هقول لك بقى ليه، علشان الجمال نقطه بتلعب دور كبير قوي في ثقه الست بنفسها. واحنا كستات دايما بنبقى مخلوقين منتظرين القبول من الناس اللي حوالينا والتعليقات الحلوه على شكلنا. ماشي، سواء انا حلوه او لا احنا دايما بنبقى منتظرين ده. واول حاجه بتيجي في دماغنا واحنا صغيرين انا حلوه ولا لا، انا شعري حلو ولا لا، انا تخينه انا رفيعه، دايما بنبص على الشكل. فالجمال بيلعب دور كبير قوي قوي فعلا في ثقه الست بنفسها طبعا. وعشان كده حلوه او مش حلوه دايما بنتكلم عن اهميه ان الست تبقى ذكيه في اختيارها
لأبقى عارفة إيه اللي يناسبني في اللبس، أبقى عارفة إيه اللي يناسبني في شعري، أبقى عارفة أحط ميك اب لنفسي إزاي. بروح أقول للكلاينتس بتوعي روحي خدي ميك اب كلاسز، مش عشان هتبقي ميك اب ارتست، عشان تحطي لنفسك حلو، عشان تحطي لنفسك حاجة لايقة عليكي. اعرفي إيه اللي بيليق على طولك، على وزنك في اللبس، ايه الالوان اللي بتليق على لون جلدك، اعرفي ايه الموضه واتبعي الموضه، خلي دايما شكلك عاجبك انت على الاقل. طبعا قصه ان انا ارتبط بحد براجل احلى مني او جاذبيته اعلى مني بتحتاج ان الست تبقى واثقه من نفسها قوي، بتحتاج ليفل عالي من الثقه بالنفس عند الست عشان خاطر تبقى العلاقه دي صحيه وثقتها هي بنفسها ما تتهزش. والعكس لو هي احلى منه بكتير وهو برضو مش حلو، عشان العلاقه دي تبقى برضو صحيه محتاجه ان هي تبقى واثقه فيه وعارفه قدراته، عارفه هو عنده ايه حاجات كويسه، هي متجوزاه ليه، عارفه ايه الحاجات الحلوه في شخصيته وهكذا. وتعرف كمان ما تبقاش عارفه بتضايقه الحته دي، يعني تبقى واخده بالها ان ايه ازاي ما تضايقوش في الحته دي، تحسش انها يعني، وما تديلوش الفرصه كمان يقلل من ثقتها بنفسها. لانه كتير قوي بنشوف بقى الموديل ده انه لو واحد مش حلو متجوز واحده حلوه قوي عشان ما اتعبش انا نفسيا، فحاول ان انا عارفه اهدها. مش قصه حلاوه بس، ده ممكن تبقى كمان مثلا محققه نجاح عنه، عامله حاجه هي ازيد منه في بحته في حاجه، يقول انت فاكره نفسك ايه، ده انا اللي عملتك، او انت فاكره نفسك ايه وانت حد يقدر اصلا يعيش معاكي، ده انت الناس بس شايفاكي كده منظر من بره وانا اللي شايف. فالست يعني تبدا مظبوط يعني. عشان كده بقول لك في الحالتين محتاجه ليفل معين وعالي من الثقه بالنفس ان انا ابقى موجوده في جوازه زي دي. والثقه بالنفس بتيجي من جوايا، عشان كده انا لو واثقه في نفسي المؤثرات الخارجيه مش هتاثر عليا خالص. واثقه في نفسي يعني عارفه امكانياتي، عارفه قدراتي، عارفه نقاط قوتي، عندي صوره ايجابيه عن نفسي جوه عقلي، غيرت لو عندي حاجه قديمه نيجاتيف غيرتها او عليت الوعي بتاعي، فبقى خلاص انا مش مهما انت جيتي قلتي لي، عارفه انا عارفه نفسي، فخلاص انا تمام يعني، انا تمام يعني. ممكن يكونوا يعني عارفه الناس اللي بتحدف بالطوب بس في حديد، فالموضوع منتهي، مش هيحصل، مش هتاثر. طيب احنا معانا برضو تليفون، معانا منار على التليفون عندها سؤال ليكي. الو يا منار، اهلا بيكي. منار اسمعيني من التليفون من فضلك. تمام. الو الو يا حبيبتي، لايف كوتش ياسمين معاكي يا حبيبتي، اتفضلي احنا سامعينك. دكتوره ياسمين ازي حضرتك؟ ازيك يا منور، عامله ايه؟ لو سمحتي كان عندي سؤال بس. طبعا. انا والدتي دايما عصبيه، فهي دايما تزعق لي انت ما عندكش شخصيه، انت ولا حاجه، انت شايفه نفسك ايه؟ إيه انت ما عندك الثقه في نفسك، انت مظهر من بره لكن انت ولا حاجه. إيه دايما ضرب، دايما زعيق. انت عندك كام سنه يا منار؟ انا عندي 24 سنه. 24 سنه ولسه بتمد ايديها عليكي لحد دلوقتي؟ كملي اتفضلي ياسمين معاكي. طيب في الحاله دي بنقول حاجه يا منار، طبعا شكرا جدا لسؤالك وشكرا ان انت كلمتينا، مبسوطه قوي ان انت كلمتينا. في الحاله اللي زي كده بنقول حاجتين، اولا الامهات كتير قوي قوي بنقول ايه سامحوهم، لان هم ما بيبقاش عندهم وعي ان اللي هم بيعملوه ده مضر ببناتهم بولادهم. لانه كتير قوي بنكبر واحنا عندنا عارفه متضايقين من امهاتنا، متضايقين والضيقه دي بتضايقنا احنا في حياتنا اكتر ما بتضايقهم هم، اثر علينا طبعا، اثر علينا احنا. فسامحيها يا منار، لان انا متاكده انها مش قصده تجرحك او قصده تضايقك، ولكن هي ما عندهاش وعي كافي بالضرر اللي بتعمله على نفسيتك. دي اول نقطه، ان كلامها ما يضايقكيش. دايما بص لها وهي بتقولك الكلام ده، اللي هو حبيبتي لو كان عندها وعي كانت بس ما تقوليش الكلام ده. خلي الموضوع يبقى قلبي يحن عليها لعدم وعيها. ايوه صح. اكتر ما انا متضايقه ومتعصبه منها لانها بتقولي ده، فده اول حاجه. ده هيخليني ما اتهزش من كلامها، لاني هبقى دايما شايفه ان كلامها جاي او نابع من عدم وعي. ايوه دي اول حاجه. تاني حاجه يا منار هقول لك انك محتاجه دايما تشتغلي بقى انت على نفسك وعلى وعيك بنفسك، ان انت تبقي عارفه كويس قوي، اقعدي مع كوتش، اقري حاجات، اعملي اسسمنتس اونلاين، خليكي واعيه كويس قوي بنفسك، بقدراتك، بنقاط قوتك، اقعدي اكتبي كل يوم
انا النهارده مريت بالموقف الفلاني وتصرفت حلو قوي. انا النهارده مريت بالموقف التقيل ده او بالمشكله دي وعرفت اخرج نفسي. انا النهارده اتصرفت صح في 1 2 3. انا النهارده معجبه بنفسي عادي جدا في 1 2 3. اقف اتكلم مع نفسي في المرايه. عارفين احنا المعتقدات بتاعتنا بتخش علينا ازاي؟ بالكلام. زي ما دخلنا بالكلام من اهلنا واحنا صغيرين بالزبط. بيدخل لنا الجديد بالكلام لنفسنا واحنا كبار. الطريقه اللي بكلم نفسي بيها وبقول لنفسي ايه كل يوم بتتخزن جوه عقلي اللاواعي اللي بيتحكم في 95% من حياتي. لان في كل موقف بتحط فيه، عارفه الصوت اللي احنا بنسمع كده من في الباك جراوند كده، في صوت بيقول لي مش هتقدري، انت وحشه، انت هيقول لي العكس. فكل يوم هو اللي هيبقى بيدفعني بقى لزياده ثقه نفسي ان انا اعمل اخد الخطوه بالظبط. فمحتاجه منار تقولي لنفسك اكتر، انت حلوه في ايه، انت كويسه في ايه، انت شاطره في ايه. كل يوم اكتب كده، كل يوم بالورق وبالقلم. مهم قوي الكتابه عشان لما بقراها بتخش كمان لعقلي بالفيجوال مش بس بالسمع. واقف قدام المرايه واتكلم مع نفسي، انا النهارده معجبه قوي بنفسي ان انا عملت 1 2 3. انا النهارده شكلي حلو قوي، انا عاجبني شكلي عادي جدا. دول اكتر حاجتين هنصحك بيهم يا منار، وشكرا جدا ان انت كلمتيني. شكرا يا منار طبعا ليكي جدا. احنا كمان معانا فيديو من الفيديوهات الجميله بتاعتك، تعالي نروح نشوفه مع مشاهدينا ونرجع نتكلم. يلا بينا. اقول لنفسي كل يوم كل يوم انا مش هقدر، انا مش هنجح، انا مش شاطره، انا مش كويسه، انا مش حلوه. كل يوم كل يوم عقلي الباطن هيخزن المعلومات دي وهيحطها في الداتابيس بتاعته على انها فاكتس، حقائق، لان هو ده دور العقل الباطن، ان هو بيسجل كل المعلومات اللي بتتكرر كتير في حياتي، فبالتالي بيشوفها على انها حقائق، وبالتالي بيطلعها لي في المواقف كل ما بحتاجها. وعشان كده احنا حياتنا قايمه بنسبه كبيره قوي على العادات، الهابتس اللي بتتكرر على طول. فده معناه انه 80 ل 90% من حياتي مبني على معلومات انا اللي بدخلها بنفسي لعقلي الباطن. فتخيلوا كده لما نروح انترفيو صعب، شركه صعبه نفسي ادخلها، او اخش شغلانه جديده عليا ما عملتهاش قبل كده، عملت شيفت كارير مثلا، واوريدي اللي متخزن في عقلي الباطن ان انا مش شاطره وان انا مش هقدر وان انا ما اعرفش، خلاص يبقى ايه اللي هيحصل او ايه النتيجه؟ فبلاش انتوا اللي تاثروا على ثقتكم في نفسكم بنفسكم من الكلام اللي بتقولوه لنفسكم. واتش اوت، انتوا بتقولوا ايه لنفسكم كل يوم. تعليقك يا ياسمين على الفيديو، ليجي بقى. طيب المعلومات اللي بتخش عقلي بتخش عن طريق حاجات شايفاها وحاجات سمعاها. كتير قوي بنبقى عارفة مش طيبين مع نفسنا. عارفة كتير قوي تقعدي تقولي، حتى لو انت نيتك ان انت عايزة تشجعي نفسك بس انت بتشجعيش نفسك، بتهدي نفسك. عارفة انت ليه عملتي كده؟ دايما جلاد، دايما فعلا والله دايما يعني حاكم، يعني دايما بحكم بال احنا شاطرين قوي جلد الذات بالظبط. وعارفه تحسي بتخشي بقى بعد كده في حلقه مقفوله مش عارفه تطلعي نفسك منها لان انت اللي دخلتي نفسك فيها اصلا. فعشان كده بنقول انه الكتابه، ان انا اكتب ادخل معلومات جديده عن نفسي لعقلي عن طريق الكتابه الجورنالينج. الحاجه الثانيه نبقى واعيين قوي احنا بنقول ايه لنفسنا. زي اللي ما اقولوش لواحده صاحبتي ما اقولوش لنفسي. الكلام الجارح اللي ما اقولوش لحد تاني لو جاي بياخد رايي في حاجه عن الشخصيه عن الشكل ما اقولوش لنفسي. ابقى طيبه مع نفسي ودايما دايما ادخل معلومات تفيد حياتي عن نفسي لعقلي. اقول ان انا قادره، اقول ان انا هقدر اوصل، اقول ان انا حلوه، اقول ان انا واثقه من نفسي، اقول الحاجات الحلوه اللي فيا، اقولها بصوت عالي، اقولها. انا عايزه كلنا نبقى عندنا العاده دي، بنقف قدام المرايه 5 دقائق في اليوم بجد، ببص لنفسي في عيني كده وبقول انا 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 برافو برافو، انت شاطره في كذا، انت عملتي كذا، انت قدرتي تعملي كذا، هتقدري تعملي كذا. عارفه خلاص دخلت لعقلي حقائق مختلفه عني. عارفه لما هتحط في موقف انا محتاجه فيه الزقه دي عقلي هيدهني، هبقى الكلام اللي بسمعه كده من عقلي في وداني يا بنتي ما انت عملتي قبل كده، فاكره الموقف لما عملتي كذا، فاكره لما وقفتي قلتي لنفسك ان انت برافو وان انت عرفتي تعدي بكذا. هتلاقي نفسك بتفكري نفسك
هتعدي باي حاجه، ومش هحتاج بقى ان انا اسمع الكلام ده او الـ 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 الطاقه الايجابيه دي تجيلي من بره، ان حد هو اللي يقول لي برافو عليكي، مش هبقى محتاجه. واللي واثقه من نفسها المفروض ما تبقاش، ما بتبقاش مش المفروض ما بتبقاش مستنيه ده من بره خالص. دايما بتلاقي الطاقه بتاعتها هي اللي باينه، وهي اللي ظاهره، وهي اللي عارفه انها كويسه، وهي شاطره في ايه وحلوه في ايه وهكذا. فاي حاجه بتيجي من بره بتبقى عارفه زياده، يعني حلو ان انا اسمع ده، بس مش ده اللي بيحرك ثقتي بنفسي. لا، هي موجوده. لذيذ بقى ان انا اسمع من بره ولا ضغط المجتمع طبعا. طيب عايز اسال عن الراجل، الراجل بيخاف يتجوز او يرتبط بالست الجميله ولا الست الذكيه؟ وهل برضو وبيحب مين يعني؟ لو هيختار هيختار مين فيهم؟ عارفة دايما لما بتسأل أسئلة من النوع ده بسأل سؤال واحد بس، أنهي راجل؟ يعني عايزين نتكلم أكيد عن الغالبية العظمى أو يعني الحاجات بقى صح وغلط. ليه بقى؟ لأن احنا بنتكلم الرجالة دول بني أدمين صح؟ طبعا. حلو. الموضوع أذواق عند الرجالة، يعني ممكن تقعدي، وفي أبحاث كتير قوي اتعملت في القصة دي وسألوا فيها أعداد كبيرة من الرجالة، ولقوا انه مفيش صح وغلط، هو على حسب شخصيه الراجل وهو ذوقه عامل ازاي، ومتربي كمان في عيله عامله ازاي. بمعنى ايه؟ الراجل لما بيبقى مامته عاجباه قوي، هي بالنسبه له الرول موديل، انا عاجبني الموديل ده، انا شايف ان ده انجح موديل. ممكن تبقى الموديل اللي بقى انها واحده بتشتغل فناجحه قوي في شغلها، فبالنسبه له هو ان الست الناجحه اللي بتشتغل اللي واثقه من نفسها ده احلى موديل. ممكن تبقى هي قاعده في البيت ماكلاه احلى اكل من وهو صغير، بيته نظيف فله من وهو صغير، ده بالنسبه له احسن موديل، ده الموديل اللي شايفه وحس انه هو ده اللي انا عايزه، بيحبه ومرتاح له، بيحبه ومرتاح له، كومفورت زون بالنسبه له. فاذا مفيش حاجه اسمها صح وغلط، في حاجه اسمها هو طلع شاف ايه، دي حاجه. الحاجه الثانيه هو طبيعه شخصيته ايه. زي ما احنا قلنا الراجل لو هو اصلا زي ما دينا قالت في الفقره اللي قبل دي، كاريزماتيك، عنده كاريزما، عنده ثقه بنفسه، مش هيبقى عنده مشكله انه يرتبط بواحده ثقتها بنفسها عاليه، بالعكس هيبقى حابب ده، حابب ان هما يبقوا عارفه في ليفل يعني متقارب. ولكن العكس صحيح، لو انا اصلا عندي مشكله في ثقتي بنفسي، حاسس ان انا ناقصني حاجه، هبقى حابب برضو ان انا ارتبط بواحده تديني الحته دي، يعني ما تحسسنيش بان انا ناقصني حاجه أكيد زياده. طبعا اكيد. طيب مفيش صح وغلط قوي في القصه دي. اكيد هي مفيش حاجه ليها قاعده ثابته، بس هي برضو بيبقى في شويه ساعات كتير بنلاقي تشابهات، الستات شبه بعض في حاجات كتير، الرجاله شبه بعض في حاجات كتير، فبنقدر على اساسها نقيس يعني يخاف اكتر من الذكيه ولا من الجميله. في كوتشنج العلاقات بنقول ايه؟ بنقول دايما اعرفي الشخص اللي قدامك طلع من بيت عامل ازاي، صح، ونفسه في ايه، وشوفي بقى نفسه في ايه ده فيكي ولا لا. بس تمام. ومتى يعني لو مش هتقدر بقى ان هي تتكيف وتغير من نفسها وتنحت الشخصيه اللي نفسه فيها، يبقى من الاول بلاش. طيب خليني اقول لك، جالنا تليفون في الكنترول بيقولوا لي جالنا تليفون لواحده ست، بس هي محرجه تدخل معانا على الهوا، مش عايز تطلع يعني معانا على الهوا، بس تقول ان جوزها بيتعرض ليها بالضرب كتير، وده طبعا مقلل بثقتها بنفسها ومش عارفه تعمل ايه. بتنصحي الستات اللي بتتعرض للحاجات اللي زي دي بايه؟ الاذى الجسدي، الاذى النفسي مش مقبول. اكيد مش مقبول. بس هي اكيد مش بتضرب ومبسوطه، ما عشان كده بتتصل تشتكي، ده حتى ده واضح ان هي يعني قلقانه، حتى لا يعرف صوتها. يعرف صوتها. انصحها بان هي لازم تشوف حل للعلاقه، مش لقصه ثقتها بنفسها. يعني انا يعني هو مش بس بيأثر على ثقتها بنفسها، هو بيأثر على نفسيتها، بيأثر على احساسها بقيمتها. صح. فانصحها انها لازم تشوف حل للعلاقه اللي هي فيها. انصحها ان هي يعني تشوف هل ده ممكن اسلوب يتحل او بيهيفير يتحل، انه يوقفه، ممكن يروح لحد يساعده، ممكن يروح لحد يتكلم معاه، ممكن هما الاثنين يروحوا مثلا لثيرابيست او حاجه، ولا هو مش من الشخصيات اللي عايز يحل وهو دي طبيعته. انصحها انها لو دي طبيعته وهو مش هيحل ومش هينزل يتكلم ومش مش هيبطل البيهيفير ده، لا انصحها تنسحب لو ينفع تنسحب من العلاقه دي. طبعا الموضوع ملوش علاقه بالثقه بالنفس بس. ولو ما ينفعش لازم تخليه ينفع، لو هو فعلا ما يقوس من حالته كده بيبقى خلاص. هو الواحد بيبقى قاعد ليه في علاقه مؤذيه جدا بكل الاشكال، حتى بالشكل المادي جدا، ده يعني ما لهاش لازمه. طيب نصيحه بقى اخيره
للستات وللبنات اللي بيتفرجوا علينا منك يا ياسمين؟ اعرفي نفسك كويس قوي، اعرفي الحلو اللي فيكي كويس قوي، قدراتك كويس قوي، بطلي مقارنات تماما. مقارنتك بنفسك مع حد تاني، سواء صحابك، ناس على السوشيال ميديا، حد بتشتغلي معاه، بيهد من ثقتك بنفسك. اوعي تقارني. الناس اللي بتطلع على السوشيال ميديا بتحط في ميك اب وبتعمل سيت اب وبتعمل حاجات كتير قوي عشان تطلع 90 ثانيه فريل على السوشيال ميديا. دي مش الحياه اليوميه. صح، تمام. اللي بيعيط ومتضايق وعنده مشاكل ومش عارف يحل مشاكله ما بيطلعش يقول ده على السوشيال ميديا. بالظبط. وما بيقولوش لاصحابه وما بيقولوش للناس اللي معاه في الشغل. فاذا المقارنات ملهاش لازمه. ما اقارنش نفسي بحد. اعرف انا الحته اللي عندي ايه، اعرف انا شاطره في ايه، انا حلوه في ايه. اخد بالي قوي قوي من كلامي مع نفسي، ازود الكلام الايجابي مع نفسي، وابقى طيبه مع نفسي، وخلي الثقه بالنفس جايه من جوايا، ما استناش اي عامل خارجي سواء ناس او مواقف او اي حاجه هي اللي تكون بتشكل ثقتي بالنفس. ياسمين يحيى لايف كوتش، بشكرك شكرا جزيلا بجد، استمتعت قوي بالحوار معاكي واستفدت كتير. اتمنى طبعا كل الناس يكونوا اللي بيتفرجوا علينا يكونوا استمتعوا واستفادوا من الروشتات الجميله اللي انت قلتيها لنا والنصايح الجميله اللي انت قلتيها لنا عشان نعزز بثقتنا بنفسنا وحياتنا تبقى افضل، بالذات الستات الصراحه. بشكرك شكرا جزيلا يا ياسمين. شكرا ليك. شكرا ليك. مبسوطه اني كنت معاكي. شكرا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، نطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم، استنونا. قالت لي الخيانة طبع الجبان. المثل ده بيتقال على ان الاشخاص اللي دايما بتخون بتبقى شخصيات جبانة. الشخص الجبان ده شخص دايما بيخاف يواجه. ستي قالت لي الحظ للقرعة ومناد ومشققة الكعاب. فاللي عندها حظ من وجهة نظرهم هي ابعد حد عن معايير الجمال اللي هم شايفينها، فيقول لك ان البنت الحلوة في معايير الجمال بتاعتهم بيبقى حظها قليل، لكن البنت اللي ممكن تبقى مش حلوة او مش تبع لمعايير الجمال بتاعتهم عشان كده هما بيصنفوها او بيقولوا عليها اوصاف معينة، يقولك هي دي اللي واخدة الحظ. ستي قالت لي أدب ابنك صغير تفرح بيه كبير. المثل بيتكلم على اهمية التربية. التربية في السن الصغير، لانه انت لما بتربي الطفل في السن الصغير ده اكتر وقت هو ممكن اللي انت بتقوله له يدخل دماغه حتى لو ما نفذوش في وقتها. ستي قالت لي ثقيل الدم لو حس بدمه طفح الدم من حلقه. المثل ده بيتقال على الناس اللي دمها تقيل والناس اللي بيستظرفوا. ستي قالت لي اللي يشتري اللي ملوش لازمه هيجي عليه يوم ويبيع اللي ليه لازمه. المثل ده بيتكلم على اهميه ان الواحد يبقى ماسك ايده، مش ماسك ايده بمعنى انه بخيل، بمعنى انه ما يشتريش حاجات هي ملهاش لازمه طول الوقت زي ما كلنا بنعمل. ستي قالت لي اللي ياكل قد الزبيبه ما فيهوش عين ولا مصيبه. المثل ده بيتكلم على نوع من انواع العادات الصحيه، يعني ان الناس اللي بتاكل بكميات قليله فما بيجيلهاش امراض كتير وما بيبقاش عندها مشاكل صحيه وبيهتموا بنفسهم بشكل اكبر، فالمثل بيشجع الناس ان هي تاكل بكميات قليله. ستي قالت لي دخان الشتاء زفر، بمعنى ان دخان الشتاء او فصل الشتاء الناس بتعمل اكلات كتير وبيطلع منها دخان يدفي، زفر، كله زفر، فيهم بقى بيعملوا بقى المحاشي والبط والوز والفراخ والمش عارف ايه، فالدخان بتاعه مليان زفر عشان يدفي. ستي قالت لي اللي يسيبني وقت الدقيقه ما يلزمنيش ولا دقيقه. المثل ده بيتقال على الناس اللي بتبيعك وقت ما انت تبقى في شده او وقت ما يكون عندك ازمه كبيره ويسيبوك وما يبقوش موجودين او ما يبقوش واقفين معاك في الوقت اللي انت فعلا محتاج لهم فيه. الناس دي بعد كده لما انت تيجي تفكر فيهم ما يلزمكش ولا دقيقه، يعني ما تفكرش فيهم دقيقه واحده بس. المثل بيقول اعز الولد ولد الولد، وعشان كده جداتنا ليهم اكبر تاثير في حياه كل واحد فينا. مش بس كانوا بياخدوا بالهم مننا من اكلنا، لا بالعكس هما كمان كانوا مهتمين جدا بحياتنا، بيحكوا لنا حواديد وحكايات، وطبعا بيقولوا لنا
امثال كتير. يعني لو عايزه مثلا جدتي تحكي لي على موقف او تفهمني موقف او تشرح لي حاجه انا مش فاهماها، تلاقيها على طول قالت لك وعلى راي المثل كذا كذا. المثل بقى على حسب الموقف، سبحان الله المثل بيبقى شبه الموقف بالظبط. تلاقي نفسك وانت صغير كده، ايه ده، هي نانا بتقول ايه او جدتي بتقول ايه، بتقول حاجه كلمتين ثلاثه يعني سطر بيلخص موقف كبير، وهو ده المثل. يعني مثلا مرايه الحب عاميه، ضرب الحبيب زي اكل الزبيب، بصلت المحب خروف، امشي عدل يحتار عدوك فيك، والمثل ده انا بحبه جدا ومؤمنه بيه جدا، اللي ما يعرفش يقول عدس، وغيرها من امثال كتير جدا جدا، امثال شعبيه في حياتنا بنسمعها يوميا وكتير بنستخدمها. عشان كده النهارده منورنا في استوديو انتي نسمه مدحت اللي جمعت امثال كتيره جدا مصريه وعربيه في كتاب ستي قالت لي. هنعرف منها ايه حكايتها مع الامثال الشعبيه وكمان حكايه الامثال الشعبيه نفسها. اهلا وسهلا بيك يا نسمه، منوراني. عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله. مليون مبروك طبعا في الاول على كتاب ستي قالت لي، بجد ببارك لك من كل قلبي والله. ربنا يخليكي حبيبتي. ربنا يخليكي. في البدايه يا نسمه، الاول سؤال عايزه اساله لك، انت الاول قدمتي الامثال في محتوى على السوشيال ميديا، وبعد كده قررت ان انت تجمعيه في كتاب ستي قالت لي، ايه اللي خلاكي اصلا يعني تاخدي اصلا الخطوات دي، انك تتكلمي عن الامثال وتجيبي اصل المثل او على الاقل حتى تشرحي المثل وبعد كده تكونيهم في كتاب؟ بصي، انا بدات في موضوع الامثال من 2019 على البلوج بتاعي، وكنت الاول بجيب الامثال او الكلمات المتداوله واقول الحدوته او القصه وراها، وبعدين طلعت كتابي الثاني كان في وقتها اسمه اصل المثل. وبعدها الموضوع بقى تطور في موضوع الامثال، وعملت مبادره لاعاده احياء التراث الشعبي اللي جزء منها الكتب بتاعتي وجلسات حكي والبلوج بتاعي بالفيديوهات المختلفه. وكتاب ستي قالت لي بقى السنه دي كتاب نزل فيه، جمعت اكتر تقريبا من 500 مثل يمكن. حلو قوي. متقسمين في 5 ابواب مختلفين. الفكره كلها كانت انه احنا عندنا كتب كتيره قوي للامثال الشعبيه، يعني كتب كتيره، عندنا موروث عظيم. وعندنا مش بس كتاب احمد تيمور باشا اللي كل الناس ما تعرفش غيره تقريبا، لا احنا عندنا موسوعات في الامثال الشعبيه مكونه من 5 و6 و7 كتب مليانه امثال شعبيه. فاحنا اوريدي عندنا تراث كبير جدا وضخم جدا، بس مش كل الناس عارفه تجيبه منين، ومش كل الناس بتعرف تقرا الكتب الكبيره قوي او اللي بتبقى مكتوبه بعربيه فصحى او حاجه. فعشان كده انا قررت ان انا اجمع من الموسوعات ومن الكتب دي ومن الحاجات اللي انا قلتها في البلوج بتاعي الامثال الشعبيه في كتاب ستي قالت لي، واشرح فيها المثل بشكل مبسط جدا، عشان الهدف الاساسي هو ان انا اعيد احياء التراث الشعبي بتاعنا واشرح للناس وافهمهم اصلا يعني ايه مثل شعبي، لانه الاجيال اللي طالعه كمان ما عندهمش معلومه هو ايه المثل الشعبي ده، اللي هو ايه ده، تقولوا ايه، انتوا بتقولوا ايه اصلا. ما زي ما كنا احنا بنقول واحنا صغيرين، انتوا بتقولوا ايه لحد ما يعني بدانا بس نفهم. على الاقل شويه كان عندنا مثلا في، يعني عشان كانت الدنيا مقفوله لسه شويه يمكن، فكنا بنشوف كلنا نفس المسلسلات، صح، نتفرج على نفس الحاجه، كنا بنسمع الحاجات فبيتم تداولها. لكن انت الدنيا دلوقتي مفتوحه حواليكي، الجيل اللي طالع كله هم السوشيال ميديا والحاجات اللي مفتوحه، مش بيتفرجوا على حاجات اصلا عندنا. ففكره المثل الشعبي هي مش موجوده. ده ايه يعني يا بنتي، كانت تتريق في الاول خالص عليا، كانت تقعد تقول لي دي اي رايمنج ووردز بتبقى مثلا، تقولي اي حاجات شبه بعضها بقت مثلا. فشويه شويه بدات تفهم يعني، وبعدين تسال، وبعدين هي اللي بتصور لي الفيديوهات بتاعتي، فبتبقى قاعده ما شاء الله عليها، فبتبقى قاعده بقى بتقعد تسمع الشرح وانا بشرح، فتقولي فهمت بقى الموضوع. فبقيت عارف اصحابها في المدرسه بقوا حافظين الامثال وعارفينها، اما بقابل ولاد صغيرين في الشارع ما بلاقيهم ستي قالت لي مش عارف ولا ايه، جايين بقى بيقولوا لي الامثال. فهي الفكره كلها ان انا اخليهم يبقوا مرتبطين اكتر، او ما اقطعش الخط الرفيع اللي ما بيننا وما بين التاريخ بتاعنا والتراث بتاعنا، يبقوا عارفين ان احنا عندنا تاريخ مليان حاجات. المجهود ده بقى خد منك وقت تقريبا قد ايه؟ لا كتير، تجميع الامثال ده كتير، اخدنا مثلا يعني الحاجات بتاعت كتاب ستي قالت لي قولي تقريبا اخدت سنتين. سنتين في التجميع كتير طبعا. وبس، واصدرنا بقى
الحمد لله. ألف مبروك. ممكن أقول لك بين كل سؤال وسؤال ألف مبروك طبعاً. والله أنا معجبة جدا جدا كمان بفكرة الكتاب. طيب أنت عايشة يعني في حياتك بالأمثال الشعبية، بتؤمني بالأمثال الشعبية؟ حاجات منها مش كلها، خلي بالك الأمثال الشعبية دي عالم يعني فاهمة، وفيها حاجات كتير ناس كتير بقى تقعد تقول لك وده والعنصرية والطبقية والحاجات والمهلبية وكده، لانه في ناس بيبقى بالنسبه لهم الحاجات دي هم شايفين ان هي عنصريه، بس هي الفكره كلها انك عشان تفهمي المثل الشعبي فهو متقال في وقت معين في موقف معين بالزبط. في ظروف معينه وتم تداوله من جيل لجيل، فعلى اختلاف بقى الاجيال وعلى اختلاف الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه بتاعه الجيل اللي كان موجود فيه الكلام ده ممكن جدا تختلف، عشان كده بيبقى في امثال شعبيه عكس بعضها. ايوه فيقول ايوه اللي هو اعمل ده ولا اعمل ده، وده بيتقال في موقف وتعمل بيه في موقف، وده بيتقال مش كل الناس حياتها ماشيه كده. صح، انت في عندك فوق وتحت وفي عندك ظروف بتتغير وفي عندك حاجات كتير، فهو ملهاش كتالوج يعني ملهاش ماسكه، بس انا بحس ان هي مليانه حكم بشكل رهيب. يعني بجد هما فعلا كلمتين بيلخصوا لك، بدل ما اقعد احكي لك بقى قصه حياتي هما كلمتين هتفهمي منهم ايه اللي المفروض يحصل. بدل ما احكي موقف كتير عارف مثل كذا كذا، هو ده بس اللي هو ده بالظبط اللي حصل بالظبط. ساعات والله فعلا الواحد بيستعين فعلا بالمثل عشان يعمل كده، وبتبقى دي وبتبقى لطيفه جدا اللي قدامك بقى فاهم، وفاهم كمان ما وراء المثل، فبيوصل له الموقف بسهوله جدا جدا من غير فعلا ما احكي الحكايه. طب انت جدتك فعلا كانت بتقول لك الامثال؟ يعني اشمعنى ستي قالت لك؟ لا لا يا الله يرحمها جدتي، لا طبعا جدتي يعني كانت بتحكي حواديت كتير يعني، وتغني الاغاني القديمه وتحكي لي مش عارفه زمان لما كنا بنعمل ايه، وفي الافراح كانوا لازم يلبسوا ايه، وفي الاغاني كانوا يقولوا ايه، الحاجات اللي هي طبيعي دايما الجدات هم. عشان كده في الانترو بتاعك هو ده اللي مكتوب عندي في مقدمه الكتاب، انه دايما هم اساس الحواديت يعني. الجدات دايما بيقعدوا مع احفادهم يحكوا بالظبط، ويبقوا عايزين يدوهم بقى الخبره بتاعه العمر والسنين وبتاع. صح. في كلمتين او في حدوته او في اغنيه او في مش عارف ايه. فطبيعي كانت جدتي بتحكي لي كل الحاجات دي، بس انا اوريدي بدات سلسله فيديوهات ستي قالت لي بعد ما جدتي توفت اصلا. ده اسم سلسله الفيديوهات، لانه زي ما بقول لك الجدات هم الاساس. وعندنا احنا في المفروض في لغاتنا يعني وفي الطبقات الشعبيه هم بيقولوا ستي، مش بيقولوا تيتا ومش بيقولوا نانا. فكنت عايزه ان الموضوع يبقى فيه التويست سبيشالي، ان انا يعني مش واخده الموضوع ان هو عشان تراث بقى فاحنا مطربين بقى يعني. حتى بلبس الحاجات التراثيه كلها لازم تلاقيني بماكس بحاجه موديل. انا كنت لسه والله عايزه اقول لك انا عايزه اسجل اعجابي بالاوتفيتس بتاعتك او الازياء بتاعتك ولبسك في الفيديوهات اللي انت بتصوريها، بجد حلوه قوي والله. وكلها حاجات بالظبط ليها علاقه في تراثنا يعني. انا عموما لما بسافر في اي مكان هنا جوه مصر بجيب الحاجات من سينا، من سيوه، من الاقصر. لازم اجيب حته من البلد دي شبه بالزبط. البلد دي لازم اجيب بيس لبس بتاعت البلد بس دي. فانا بحب الحاجات دي، والحاجات دي على فكره كلها انت لو لاحظتي دلوقتي هتلاقي اصلا بيوت الازياء العالميه بيبداوا ياخدوا يعني يجت انسبايرد من الحاجات لمحه التراثيه اللي كانت بتشوف الحاجات دي شكل. ما تلاقيهاش دلوقتي يعني. عندي حاجات مثلا اتواب من تلي كامله عمرك في دلوقتي تلي موجود، بس عمرك ما تلاقي التلي ده بالشكل ده بالطريقه دي. لا طبعا بالشغل بتاعك ده كان بتاع مامتي مثلا وتقيل يعني. انا بلبس تقيل 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 لان الشغل اللي فيه كتير. الحاجات دي دلوقتي تقيل وزنا، انت حاسه ان انت لابسه حاجه، لان كل الشغل اللي عليه ده كان بيبقى معمول يا اما بالفضه يا اما بالنحاس، فده يعني مش حاجه سهله خالص. وتعالي شوفيه في اي مكان كل الناس تبقى تحفه. طبعا إيه طبعا تحفه فنيه. فانت اي حاجه انا بحاول دايما، وعشان انا بكلم كمان المبادره بتاعتي مش بس للناس اللي سني او اللي اكبر، لا انا عايزه الصغيرين. هو فكرتي الاساسيه في المبادره للصغيرين، الجيل اللي طالع. فعشان تكلمي الجيل اللي طالع ده اصلا وتحكي له حاجه ليها علاقه بالتراث، لو انت بقى كده قديمه يعني كده وانت جايه بقى من 8000 سنه ومحدش عايز يسمع انت بتقولي ايه. فلا انا لما بقابل الولاد الصغيرين في اي ايفنت او في اي مكان، لا كله بيبقى اللي هو واللبس والحلقان والمش عارفه ايه فانا دايما بحاول. النهارده اصلا مجنني الحلقه انت عشان النهارده والابريق ده تحفه.
والله جميل قوي قوي. والحاجات دي كلها على فكره هاند ميد مصريه. يعني البراندز دي مصريه وهم بيعملوا الحاجات دي. وفي ناس كتير براندز مصريه بيبعتوا لي بقى اللي بيعملوا حاجات الهاند ميد تلاقيهم باعتين لي الحاجات بتاعتهم والشغل بتاعهم فالبسه في حاجات مختلفه. فانا عشان لابسه حاجه مودرن فلازم هتلاقيني لابسه حاجه اورينتال. فدايما لازم بعمل الميكس اند ماتش ده في الشكل وفي الطريقه علشان يبقوا حاسين ان الموضوع مستساغ ليهم، يا اما محدش هيسمعه اصلا. طيب نرجع للامثال تاني، وعايزه اعرف انت بتشوفي ان الامثال ليها تاثير ومعنى في الحياه عموما، لا في طريقه التعامل بين الراجل وبين الست، انت في كل حاجه في كل حاجه. يا خرابي ده الامثال بتاعت الرجاله والستات دي بالذات، يعني مش عايزه اقول لك على السوشيال ميديا الدنيا. يعني ممكن مثلا كست اخد يعني عندي مثالين ثلاثه كده يبقى هم دستوري في التعامل مع الراجل، فهي امنه للرجال يبقى امنه الميه في الغار والحاجات اللي زي كده ولا ايه؟ بصي ما فيش بقى ولا كده بالقدره على فمها تطلع البنت لامها، شوف دايما ام البنت كانت عامله ازاي. مش دايما. بصي في حاجات هقول لك يعني زي ما كنت بكلم معاكي من شويه، هو كل حاجه بالموقف وعلى حسب ال 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 الحدث بشكل عام هتعرفي انهي مثل هو ده اللي انت تمشي بيه. يعني انت مثلا لو انت مع راجل انت عارفه ان الراجل ده بسباص، ما فيش يعني هو باين امنه للرجال يعني يراها اي كفيف، فهي طول ما انت ماشيه هتبقي ماشيه معاه بهذا المبدا اللي هو يا امنه للرجال، فطول الوقت انت مش مامنه له. فين امتى ليه ازاي عشان انت مش مامنه له، انت عارفه انت فاهمه اللي فيها. في نوع من الرجاله مثلا ودول يعني كتير شويه تلاقيه دايما بره البيت فاهمه او بيساعد كل الناس وكده وجوه البيت بقى تعبان ومرهق ففي امثال مثلا زي يا بايس اهل بره تتشكر بهم، روح بوس اهل بيتك تكسب اجرهم. مش لازم بره، جوه بس شوف المدام طب عامله ايه، الولاد اخبارهم ايه. سمعتش المثل ده كتير الشيخه بقى. والله ده موجود قوي، حتى كان في المسرحيه بتاعت عشان خاطر عيونك بتاعت استاذ فؤاد المهندس وشريان. معقول انا حافظه المسرحيه صم؟ لا لوليتا قالتها له طبعا. لوليتا اوكي. لا بصراحه لوليتا كانت بتقول كده حاجات كتير قوي، فهي حاجات بتبقى عارفه مواقف. عشان صعوبه المثل او حسيت ان هو جمله طويله قوي يمكن عشان كده ما حفظتوش ما علقش قوي. عشان هو بره هرجع له تاني النهارده ده لازم على طول على طول. طيب المثل اللي بتحبي تنصحي بيه الستات اكتر حاجه بتحبي تقوليه، يعني تنصحي الستات بمثل. انصح الستات بمثل؟ اكتر حاجه بتستخدميها مع الستات تكلميها الستات تنصحيهم بيها فتقولي والله غالبه قوي الستات دول والله يعني غالبه جدا. بصي في مثل هم بيحبوه قوي يعني وهم مثلين شبه بعض جدا بتاع قعدة الخزانة ولا جوازة الندامة. أيوة. والقعدة في الدار ولا الجوازة العار. ده اللي تنصحي بيه الستات يعني والحدق يفهم. مش دعوة بقى احنا قلنا الامثال دي شعبية موروثة والحدق يفهم. هم بيحبوه قوي كمان. طب تنصحي الرجاله بايه بالامثال برضه؟ انصح الرجاله بايه؟ تعاملاتهم مع الستات مثلا. في مثل بيقول لو صحت بخيط العنكبوت تنقاد وان كرهت تكسر سلاسل الحداد. فهي الست لو حبتك هي بخيط العنكبوت هتنور حياتك هتعمل لك كل حاجه. ولو كرهتك ولو انت مسلسلها بحديد هتكسره لك وتسيبك وتمشي. بالظبط. رفقا بالقوارير. صح جدا. صح رفقا بالقوارير. وشوف القوارير يعني كارهين فينا ايه ونغيره يعني نعدله ما نبقاش كده. طيب انت ام ومخرجه ومؤلفه وصاحبه مدونه، بيقولوا يعني في الامثال الشعبيه يعني على الاصل دور، انت الحاجات دي كلها جبتيها منين؟ النوابع دي كلها المواهب دي كلها جمعتيها مع بعضها ازاي؟ الاصل ايه؟ يعني اللي انا اقصده الموتيفيشن اللي جوه عامل ازاي؟ لا انا طول الوقت بحب التشالنج يعني طول الوقت بحب التحدي وحاجات جديده. جوه عندك في دايما تحدي هو اللي بيديلك يعني طول الوقت الدافع. طول الوقت بشغل نفسي ان اعمل حاجات يعني انا في البدايه كنت مخرجه وبروديوسر وقعدت وقت طويل يعني 5 أو 6 سنين وبعدين بعد ما جبت بنتي فشفت كارير للماركتنج وما نسيتش ان انا بحب الحاجات التانية فكنت بشتغلها فريلانس جنب ان انا بدأت البلوج بتاعي بعدين شوية شوية بغير في الموضوعات لحد ما وصلنا للتراث وبعدين اول كتاب في تاني كتاب في تالت كتاب في مبادرة في جلسات حكي. طب هو حبك للإخراج والتأليف هو اللي خلاكي تبقي
لما حبيتي الامثال كمان تبقي عايزه تعرفي وتفتشي على اصولها؟ لا دي حاجه يعني انا عموما بحب اعرف الحواديت. أوه. احنا عموما كجنس بشري بشكل عام. أوه. احنا اصلا مخلوقين على حواديت يعني. يعني بنحب انت في يومك لما بترجعي اول حاجه بتعملتي ايه النهارده فبتحكي بالظبط ابنك جوزك مامتك كلنا بنتكلم طول الوقت حكايات. وبنحكي بنعبر عن نفسنا صح. اصلا بالحواديت. فانا شخص رغاي زياده شويه وبحب قوي اتكلم بحب قوي اتكلم وبحب افهم وبتناقش يعني. من وانا صغيره كنت مطلعه عين تحب تعرفي باين كل حاجه ليه لا ليه عشان ايه اه ومفيش حاجه اسمها ما هو مش كده أوه. ايوه كده عشان ايه عشان ايه اللي حصل فخليه اقنعني يعني صح نتناقش أيوة. الاول فانا طول الوقت عندي مناقشات وبحب اعرف الحواديت وبحب احكي الحاجات واوصلها بشكل مبسط للناس. فيعني حتى دلوقتي في شغلي الاساسي اللي انا بشتغله يعني قد لا يبدو عليا بس انا مديره وعندي بقى تيم كبير وحاجات كده فطول الوقت بقعد اشرح وافهم انه هنعمل كذا عشان كذا وكذا عشان كذا. فانا بحب بس ما تقوليش مثلا تدريس مش سكتي ما عنديش طول بال مفيش طاقه هو انا بتكلم مره واثنين والثالثه بعاقب يعني ما اتكلمش كتير بس انا بحب فكره الحدوته وفكره الاصل وعندي دايما القناعه بتاعت ان التاريخ بيعيد نفسه اكيد واحنا كمصريين عندنا تاريخ كتير قوي بتتشابه حتى واحنا يعني احنا على المستوى الصغير على مستوى العيله تاريخ بيعيد نفسه في حفلاتنا يقول لك دي عامله زي جدتها مش عارفه عامله زي عمتها ما هو ده تاريخ بيعيد نفسه بالظبط. طيب خليني اسالك عن مثل بما اننا طبعا برنامج ستات بنهتم بالستات قوي وطبعا بنهتم بالرجاله بنهتم بالاسره عموما ولكن الست ليها برده حته زياده كده معانا شويه مثل ظل راجل ولا ظل حيطه رايك في ايه؟ بصي لا مش شايفه ما هو ده عكس بالظبط المثالين اللي انا لسه قايلها ايوه بالظبط يعني دايما حتى لما حد يجي يقول لك ظل راجل ولا ظل حيطه فتقولي له القعده في الدار ولا الجوازه القار يعني هل انا لما دلوقتي هبقى متجوزه واحد حيطه يعني مع احترامي الشديد بس هو لو ملوش اي قيمه ملوش اي اضافه مش بيعمل حاجه ملوش شخصية يعني حاجات كتير قوي تفاصيل كتير قوي طيب أنا هعمل بيه إيه يعني هل الحياة أصلا مش سهلة والعلاقات مش سهلة خالص العلاقات الإنسانية فهل الحل إن أنا أجيب حد لمجرد إن هو حيطة في البيت فأيوة يعني حد يقولي برضو إيه الهدف هنوصل لإيه ولا حاجه احنا مش هنوصل لحاجه يقول لك يبقى اسمك بقى على ذمه راجل الناس ما تطمعش فيكي برضو ما حدش لا بصي ما بقاش في الكلام ده اه كده حتى ما بقاش ده موجود بالعكس يعني مع 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 الانحدار الاخلاقي اللي حاصل لا بالعكس ما بقاش الموضوع ده اصلا حاجه موجوده ما بقاش بيتقال بقى اصل هي متجوزه اصل هي ما حدش يجي جنبها ما فيش الكلام ده واللي مش كويس مع الكل طبعا متجوزه ومش متجوزه صح. وبنت وست كل حاجه فمالهاش علاقه خالص يعني جميل طيب انت اول اعمالك الادبيه كان كتاب اللي اسمه ايه اللي اسمه ايه وبعد كده حاولتيه بقى لبودكاست على منصات التواصل الاجتماعي علميني اكتر عن اللي اسمه ايه هو اللي اسمه ايه بالظبط حياتنا اللي اسمه ايه ده بقى هو حاجه كده بلاك كوميدي بتتكلم على جيل الثمانينات والتسعينات شفت انت عملتي ازاي ليه كده ده بالظبط ليه كده ده بالظبط فهو الكتاب زي مايند تريب كده او زي رحله في حياتنا ايوه احنا جيل واقف في النص ايوه لا مننا حققنا ولا مننا ما حققناش لا مننا رحنا ولا مننا واقفين في مكان مفيش حاجه واقفين في النص طول الوقت ما بين الزمن الجميل ولا احنا بتوع ما بين التلفزيون القناتين وما بين السوشيال ميديا وبسرعه والترندز في النص قوي غلابه جدا أيوة. وبعدين تلاقي دايما الجيل ده حرام مصاب بحاله انه طول الوقت هو ما عندوش طاقه مش قادر مش الشغف بدري بنفقده كمان في 3 ثواني يعني الموضوع ما فيهوش حاجه ليه لانه حاسين انه في وقت قليل بجد عدى كل حاجه في الكوكب علينا وكل حاجه وناقدها يعني حرفيا مش مثلا يمين قوي وبعدين رجعنا في النص احنا من يمين قوي فبسترنا فالجيل ده الكتاب كله بيتكلم بقى على
كل اللي اسمه ايه، اللي اسمه ايه آه علاقتنا باهالينا مثلا، اللي اسمه ايه علاقتنا باولادنا، اللي اسمه ايه علاقتنا بشغلنا، اللي اسمه ايه علاقاتنا احنا مع بعض. هتلاقي ثلاث ارباع الجيل ده مثلا يا مطلقين يا خلعين يا منفصلين، يعني مفيش حاجه، مفيش موضوع، يعني كل اللي راح مثلا في وقت معين في سنه معينه تقريبا رجع. مفيش حد كمل. اللي كملوا هتلاقيهم قليلين قوي، وهتلاقيهم يعني في ستراجلينج في حاجات معينه. أكيد. علاقتنا باهالينا احنا اللي متعودين احنا نرجع الساعه 10، تعالي شوفي الجيل اللي طالع دلوقتي 10 ايه، فين البرايفسي بتاعتي، فين شخصيتي، فين احنا ما عندناش الكلام ده، احنا مش عارفين صح نبقى حتى كمان، يعني احنا مش مستقرين في يعني امومتنا وابوتنا، لان احنا مش عارفه تربينا على حاجه وعايزين نعمل مع ولادنا حاجه تتماشى مع العصر وتتماشى مع غير اللي انت عايزه تعمليه. بقى هم بيفرضوا عليكي حاجات بالظبط، يعني انت نفسك تعملي حاجه، بس هم كمان لان هم عندهم اكسبوجر اعلى صح، فبيجوا لك بحاجات بره خيالك، بره توقعاتك ان احنا بنتناقش فيها اصلا. ايه ده ايه ده، وبدري قوي بالظبط. فهو الكتاب اللي اسمه ايه ده، هو اللي احنا في ايه، احنا في اللي اسمه ايه، احنا في اللي اسمه ايه بس. فهو كل حاجه ليها علاقه بقى باللي اسمه ايه، بعلاقاتنا بلبسنا، باماكن اللي كنا بنخرج فيها، بالمزيكا اللي كنا بنسمعها، كل حاجه احنا اللي رقصوا على السلم. فده كان كده حاجه كوميديا سودة من كل التفاصيل دي. جميل. كنت كمان يا نسمة انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده كتير، هيفتح عليا كميه مواجع، هي مفتوحه اوريدي بس مضايقه نقلب على بعض المواجع. بس احنا جيل والله يعني برضو زي ما انت قلتي كده طيبين، يعني احنا اتربينا على حاجات زي ما اتكلمنا كتير في الموضوع ده، حاجات كتير قوي شبه بعض، في حاجات القنوات شبه بعض، اللبس شبه بعض. أيوة. المستوى الاجتماعي قريب من بعض، فجاه الدنيا اتفتحت من حوالينا في كذا اتجاه، فاحنا فعلا اللي تهنا مش اللي جايين جديد على الدنيا وهي اصلا مفتوحه بالزبط. صح، احنا فعلا غلابه. طيب خليني برضو عايزه اتكلم معاكي في ارجع تاني للامثال، لسه بتكتشفي امثال شعبيه جديده؟ لسه في حاجات ما عرفتيهاش؟ كل يوم، لان انا لسه بذاكر، يعني انا لسه كل شويه بذاكر وبطلع حاجات جديده وبشوف حاجات جديده، بقرا حاجات اكتر كمان عشان جلسات الحكي اللي بعملها، فلازم ابقى كل شويه بطلع ماتيريال مختلفه واقعد ادور في الكتب واشوف الحاجات المتشابهه مثلا. في حاجات هتلاقيها عندنا وفي بلاد عربيه تانية هو نفس المثل بس النطق مختلف لان اللهجه مختلفه. ففي حاجات كتيره قوي قوي في موضوع الامثال لسه مكمل. ايه اكتر مثل ماشي مع حياتك انت؟ حياتي انا؟ مع حياه نسمه مدحت. حط كده نسمه مدحت وتحتها مثل. كل واحد بيعمل باصله. حلو ده. حلو ده جدا جدا. كل واحد بيعمل باصله، وبالنسبه لي انا كمان مش عادل الاحتار عليك فيه ده. رائع طبعا، رائع اللي هو طبعًا. يعني ده يعني يعني وبتفرج كده على الناس اللي بتحاول تضايق او تعمل او تشوه شويه بتاع وهم يعني محتارين، هي احتار. انا بشوف الحيره بجد. بشوفها والله. طب خلاص كده احنا حلو كده، احنا ماشيين في خط كويس بالظبط. بس هو الناس ما بتبقاش فاهمه، يعني لما بتمشي عدل دي الناس دلوقتي ما بتبقاش فاهمه الشخص اللي بيمشي عدل بيبقى عامل لهم مشاكل. ازمات. ازمات. ايه ده، ايه هو في ايه ليه كده؟ ازاي انت عشان ايه؟ يعني ما فيش، مش عشان موضوع يعني. ايوه ليه نمشي طبيعي، مش لازم لف ودوران هيبقى مفيش حاجه. مش شايفين ان ده الطبيعي للأسف. عشان كتر الحاجات اللي مش كويسه، كتر الحاجات الغريبه. ما هي فكره التداخل نفس زي ما كنا كان السؤال اللي قبليه على طول، تداخلات حاجات كتير مع بعضها خلت النفس البشريه بالزبط. والوعي البشري في حاجات كتير سلطه في الموضوع، في يعني في لخبطه وفي توهه كتير. طيب يعني برضو اكتر مثل بيضحكك؟ اكتر مثل بيضحكني في مثل بمناسبة اللي احنا كنا لسه بنقوله، بيقول ايه عملك حصان اصيل يا جحشي؟ قال له مشيت في سكة القرع والمحشي. لا اشرحي لي، معلش اشرحي لي اكتر. هو جحش، فايه اللي عملك حصان اصيل؟ بقيت في مركز عالي، بقيت في مكان عالي، فقال له مشيت في سكة القرع والمحشي. القرع ان انا بطبل للناس، والمحشي رشوة. اوكي. يا لهوي، ده انا اغلب من ان انا افهم. تخيلي. فانا مش فهمت ايه علاقه القرع والوحش، قلت تخن. لا الجحش عشان صغير، الحصان كبير، فكل قرع ومحشي فتخن، فبقى ده اللي يعني يبقى حصان اصيل
ده حاجه يعني كانك في بوزيشن عالي، كانك في مكان عالي، فايه اللي وداك هناك؟ عملت ده فرق. شايفه بقى انت الابعاد، شايفه بقى اللي قدامك بتركز مع الابعاد هناك جاي من هناك. لا انا لو ما كنتش مذاكره ما كنتش هجيبه برضه. انت صح صح. انا لما على فكره لا، وطول ما انا بدور وادور على الشرح وادور على المعنى بكتشف حاجات ما كنتش عارفاها طبعا. طب وانت بتدوري اكتر مثل وقفتي عند قصته يعني حسيتي كده ايه ده؟ لا كتير، كتير كلهم يعني انا كل الحاجات بالنسبه لي مبهره لانه كلها ما كنتش ببقى متخيله انه ممكن يكون ده اصلها او حدوتتها او هو جه اصلا منين. فهي كلها عشان كده انا بحب طول كل شويه ادور زياده ادور زياده بنبهر طول الوقت. جميل. اكتر مثل حزين؟ حزين او بتحس ان هو كئيب قوي كده؟ المثل بيقول الدنيا دي اشغال شقه واخرها اعدام. يا الله عم ضياء كله رايح. عم ضياء خالص. والله لا 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 ده كله رايح جدا. طيب عم ضياء بالظبط. ايه عم ضياء؟ انا قلت اسم الفنان الحقيقي الاستاذ محمد جمعه طبعا. طيب خليني اسالك عن المثل اللي بينطبق على حياتنا دلوقتي، لان خلاص اخر مثل هنقوله على حياتنا من وجهه نظرك. وجه الشكل العام في مثل لذيذ بيقول اللي يشوف الباب وتزويقه ما يشوفش من جوه نشفان ريقه. صح جدا. وده فهمته بقى بس يعني، وده ينطبق بقى علينا وعلى السوشيال ميديا وعلى الناس طول الوقت شايفين ان انت بتخرجي بتلبسي بس محدش عارف ايه. صح جدا. الناس شايفينك مبتسمه وسعيده بس محدش عارف انت بتقاسي من ايه. انا بشكرك قوي يا نسمة وببارك لك طبعا على الكتاب، حاجه جميله جدا وشغل رائع، واستمري ومن نجاح لنجاح. شكرا ليكي جدا. شكرا نورتيني. كانت ضيفتي في الفقره دي نسمة مدحت صناعه محتوى، وطبعا كنا بنتكلم عن كتاب ستي قالت لي. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهايه حلقتنا. نتقابل بكره في نفس الميعاد الساعه 5 على شاشه اي تي سي وبرنامج انتي. استنونا هنيجي في نفس الميعاد ان شاء الله. سلام.